وعليكم السلام الأخ عبد الخالق. أخ سامي، موسى القبة، أخ محمد، بلال، عبد الرحيم، أخ سمير، أخ فيصل، جميع الإخوة. المهم الإخوة والأخوات، الحوار تاعنا اليوم هو حول العبودية في الجزائر، يعني والانتخابات هذه الرئاسية تاع 2019. لربما منكم من يتساءل ما سر هذا العنوان. لعلكم شفتوا البارحة ما جرى في القاعة البيضاوية، ربما يبدو المصطلح قاصح شوية، ربما يبدو المصطلح يعني كلمة ثقيلة، ولكن الواقع مثل ما راكم تشوفوا فيه هو أنه هذا المرخص في كل مكان، في كل مواقع، سواء تعلق الأمر بالمرخص اللي راهم موجودين في القيادة نتاع الجيش، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في الرئاسة، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في الحكومة، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في القنوات الفضائية، سواء بالمرخص اللي راهم في الأحزاب السياسية، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في الخارج، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في هذو نتوع ما يسمى بأرباب المال، سواء بالمرخص اللي راهم موجودين في العمال. وصلوا الشعب الجزائري لهذا الموصل اللي راكم تشوفوا فيه. كانت الجزائر تلقب بقبلة الثوار، قبلة الثوار، قبلة الأحرار، وصلوها صارت القبلة نتاع لي كلوشار. وصلوا الجزائري صار يستحيم الجنسية نتاعو أمام الدول، أمام الأجناس الأخرى. إذن حابين باش نناقشوا هذا الموضوع نتاع العبودية في الجزائر. منين جات هذه العبودية؟ الجزائري معروف بالنيف، كنا لما يقولوا في سطيف، لما يقولوا سطيف يقول لك أهل النيف. صارت الآن سطيف، لما تقول سطيف تقول البزازل نتاع عين الفوارة، سمحوا لي على التعبير، ولكن هذه هي الحقيقة كما هي عارية دون مونتاج ودون مثل ما راكم تشوفوا في الواقع كما هو. ما رانيش نجيب في حوايج من راسي. لذلك الإخوة والأخوات، حابين نتناقشوا اليوم في هذا الموضوع نتاع العبودية في الجزائر. ما هي الأسباب اللي خلات هذه العبودية تنتشر في الجزائر؟ كان الجزائري الحر الشريف يدخل المحتل للأرض نتاعو، يحرقها، يحرق له الرزق نتاعو ويعذبوه، ومع ذلك ما يقرش، يقولوا له وراهم المجاهدين ولا وراهم كذا، ولكن ما يقرش. كاين الناس اللي ماتوا تحت التعذيب. صار المواطن الجزائري يديوه من مدينة نتاع الأغواط، من حاسي مسعود، يديوه من ورقلة، يجيبوه من عنابة، يجيبوه بكسكروط من تبسة،
بكسكروت ويجي للجزائر ويحضر في المذبحة نتاع الجزائر، يحضر في المسلخة نتاع الجزائر، يحضر وين أنه الجزائر تباع، وين راه من الرجال، وين راه من الشخصيات اللي كنا نقولوا احنا شخصيات وطنية. شخصيات وطنية، هذا الشخصية اللي يؤثر الجواز السفر دبلوماسي ويؤثر مبلغ من المال بالعملة الصعبة، فيما جزائريون يموتون في أعماق البحار. هذا ما يسمى شخصية وطنية، هذا مثل ما قلت في تسجيلات سابقة يسمى منشفة وطنية، هذا مو شخصية وطنية. لذلك الإخوة والأخوات حبينا نناقشوا مع بعض هذا الموضوع نتاع العبودية في الجزائر. يا هل ترى هذه العبودية جابوها لنا الحركة وأبناء الحركة؟ يا هل ترى جابوها لنا هذا الناس اللي راهم في الجيش، الجيش اللي يسمى الوطني الشعبي، وإن أنه الجزائر تباع، الجزائر تباع وهما حابسين بكادر. صارت الجزائر صارت مسخرة، مسخرة أمام العالم، كادر يا عباد الله في قاع نتاع حرشة، قاع نتاع حرشة اللي يمنع الدخول تاعها الأحزاب أخرى، تجهز عن آخرها، ويجيبوا الناس من ولايات مختلفة. حتى شفنا بعض المنشورات وين أنه فيه تصريح أبوي لنتاع الناس اللي هما أولادهم مرضى بالسرطان ومدينهم، قال راهم في زيارة. يبقى هذا تبقى هذه التصريحات محل كما يقولوا بحث. احنا ما نش من نوع هذاك اللي فقط هو انه لما يسمع حاجة يعني يرددها، ولكن هذه راها موجودة ولعلكم شفتوها. اذا الاخوة والاخوات حابين اليوم نعرفوا ما هو السر نتاع هذه العبودية التي انتشرت في الجزائر. يا هل ترى جات مع هذا بوتفليقة والفريق نتاعو؟ يا هل ترى هي موروثة، يعني تم توريثها من خلال الاحتلال في الجزائر؟ يا هل ترى جابوها هذا الناس نتاع الجيش، نتاع هذا الدبوس، هذو نتاع الشرطة ونتاع الدرك اللي هما اخصاوا الشعب الجزائري، وصلوا هذا الشعب الجزائري لهذا الموصل؟ حابين نناقشوا مع بعض وش هي الأسباب اللي خلات المواطن الجزائري يشترى بكسكروت، ومش قطعة أرضية، ومش سيارة فاخرة، وبكسكروت يجيبوه من تبسة ويجيبوه من ورقلة، بكسكروت ويجي في تحويسة في كار ويجي للجزائر، يحضر في البيع انتع الجزائر، يحضر في الرهن انتع مستقبل انتع أجيال 20 سنة مرت من عمر الجزائر، آلاف المليارات اللي دخلت نتيجة نتاع ارتفاع الأسعار تاع البترول، لأنه هذه المليارات لم تدخل للخزينة نتاع الدولة نتيجة الذكاء نتاع بوتفليقة ولا نتاع المجموعة نتاعو، ولا نتيجة نتاع صناعة، ولا نتيجة نتاع إنتاج، وإنما جات نتيجة نتاع ارتفاع الأسعار تاع البترول. وبمجرد نزول الأسعار تاع البترول بدأت الناس تشكي، لكن معليش تبذير نتاع الأموال مثل ما شفتوه في القاعة البيضاوية ومثل ما شفتوه في مهرجانات مختلفة، والجزائري راهو منهم اللي راهو يتودد على الصفحات نتاع الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يتودد على جل باش الناس يسلكوا له الدواء وباش يروح يدير عملية جراحية في الخارج، فيما أموال الجزائريين تذهب يمينا وشمالا، والناس تتشدق بالمصالحة وتتشدق بالأمن. راكم شفتوا ما الذي جرى العياش في المسيلة، كم من يوم وهو عالق في أنبوب. راكم شفتوا هذه التكنولوجيا وهذا التقدم اللي وصلت له الجزائر، وبعده مازال التراب نتاعو مازال ما جفش. راكم شفتوا ما الذي حدث الخونة هذاك نتاع البويرة إلى غير ذلك.
وناس راهم لاجئين راهم في أوطان الناس. أنا عندي 18 سنة ما دخلتش البلاد، فيما الحركة وأبناء الحركة داخلين خارجين، هذا الناس اللي يتحدثوا لكم عن المصالحة، ممنوع من النشاط السياسي، فيما تفتح المجالات للعبيد اللي راهم هما يصفقوا وراهم دافعين الجزائر إلى ما لا تحمد عقباه. إذن الإخوة والأخوات، حبينا باش نتناقشوا مع بعض في هذا الموضوع. نبدأ بخونا أحمد من فرنسا. أخونا أحمد، ومن بعد نجي لكم إن شاء الله بالواحد. المهم الإخوة والأخوات، بإمكانكم هو أن تساهموا معنا في نشر هذا الرابط وهذا الحوار في صفحات وفي مجموعات. مرحبا بك الأخ أحمد. واش راك أستاذ، لاباس ولا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. رانا اليوم المهم نناقشوا في الموضوع تاع العبودية، لعل الله كش ما يتحروا العبيد اللي راهم أستاذ. واش نقول لك، الشعب الحق لواحد المستوى نتاع ماهيش العبودية، هبطت المستوى اللي قل من العبودية. العبودية باش ياكل الخبز، الناس باعت أعراضها يا أستاذ، الناس باعت أعراضها والله العظيم يا أستاذ، غيباعوا أعراضهم. واش لحقنا لهذا المستوى؟ واش لحقنا ليه؟ لحقتنا السياسة، النظام، لأنها منظومة تمشي بالطريقة هذه، منظومة يعني مخيطة. شوف لا بيريود نتاعت البحبوحة هذه واش صرا فيها، ومن بعد الخمس سنين التالية ولا ربع سنين نقولوا تاع التقشف، خلاو الشعب يتبع في صوالحه، جوعوه حتى عاد يتبع، ردونا كيما مصر. الأخ أحمد، بكري في وقت الكفر نتاع قريش فيما قبل الإسلام، كانوا هاد العبيد ناس زواولة كيما نقولوا، ما كان والو، ما كانش راها المصانع مثل اليوم، وما كانش راها وسائل نتاع النقل، وما كانش يعني كانت الناس الكسرة وماش لاقيتها، الماء ماش لاقيته، وكانت الحروب. قال مثلا درك مثلا لو كان راها، قال مثلا الناس هاربة من حرب، قال درك مثلا ما على باليش انا واحد هرب من اليمن، هرب من الحرب، والله هرب من سوريا، هرب من الحرب، فهمت؟ والله هرب من ليبيا، هرب من الحرب، وراه جا للجزائر، ولا من افريقيا، والله قال راه هرب من الجزائر، وقال الله غالب راه هو خوفا من الموت وكذا، راه قبل هو انه يتم استغلاله ابشع استغلال ويخدم كذا، يا ذي راه ارض البترول يا رب العالي. هذا المشكل هذا يا استاذ، الناس هذه مش باقا تقلق بالكوستيمه وعبد بالكوستيمه وبالتليفون وعبد. هذا المشكل، ايه هذا المشكل، والله العظيم اللي عنده موش محتاج يا استاذ، موش محتاج. المشكل ان احنا الاستقلال جبناه على جال الكرامه، على واش جبنا الاستقلال؟ على واش الشهداء ماتوا على الكرامه؟ الكرامه راحت ما عادتش. المشكل هذه اللي ما يخموش فيها جهله، ولكن الجهل والمنظومه التربويه ومنظومه المساجد هي اللي لعبت دور، ما كانش توعيه. يقول لك راجل كيما قلت انت بالكوستيمه وبسيارته الله يبارك وبرزقه، يقول لك اربح صوالحك. كيفاش تربح صوالحك على حساب كرامتك؟ علاه تربح صوالحك؟ مشكل والله الا مشكل يا استاذ. وصل واحد قال لي الاسباب نتاع هذه العبوديه منين جات؟ هل ترى جات من هذ الناس اللي نتاع الجيش؟ هل ترى هي مورثه والله تم توريثها من خلال الاحتلال؟ يا هل ترى من خلال استبداد هذا المبارس لكل ورثها لنا الاحتلال يا استاذ، لكل ورثناها من الاحتلال، من استقلوش، ما ورثناهاش من الاحتلال. هذه جديده، هذه جات في ال 20 سنه التاليه، جات في ال 20 سنه التاليه، هذا الحكم التالي جاتنا هذه العبوديه. اما لو كون ورثها لنا الاحتلال، ما استقلوش. وقت بومدين وين كانت القزوله وكانت العصا وكانت الديكتاتوريه، وما كانتش الناس بنيوفها، ما كانتش تبيع، كان الشرطي عنده مبدا، ما عندوش الرشوه. كاين واحد الانسان والله اللي نفكروا في 99 يا استاذ، والله غير في 99
اول خطره انا هبط لطام الراس هابط في كامي، وكنا نديرو 3 ايام في الطريق. واش يقول لي؟ قال لي شوف احمد، نعقل لها كنت في كامي وجي بياش رافد لي بيوز نتاع السيمه كاش تمج عبل الكبار. والدروك راني نتفكر هذه الكلمه. حبسنا جدارمي عسكري على كل حال في 110 من عين صالح، يقولوا له باراج تاع سونديس. حبسنا، وكان الانسان هذاك يعني يحاول يبتز ال واسمه يبتز الشوفير اللي كنت معاه، كان يحاول يبتزه كاش ما يعطيه دراهم. قال لي والله ما يدي 1000. كيفتني على البراج قاعد يحكي لي، قال لي شوف يا احمد، وهذه في 99 انا نقول لك استاذ راها عندها 20 سنه. قال لي شوف يا احمد، السيده نتاع البلاد، بين قوسين السيده نتاع البلاد هي الرشوه. يعني الانسان كي تحكمه السيده يعني خلاص مات، يعني يستنى غير في الموت، هذا اللي متعارف عليه في بلادنا. قال لي السيده نتاع البلاد هي الرشوه. قال لي يا احمد بدات الرشوه ضاعت البلاد، وهذه الكلمه عندها 20 سنه والله غير كلمته، راني نزل نتفكرها درك. لانه علاش؟ واش لزنا لهذا المستوى؟ لحقنا انت يبتزك تخلص وتفقد كرامتك على بال باش تقضي شغلك، ولات يعني حق، ولات حق كي تروح للبيرو وما تمدش وكانك نحيت له من حقه، وكانك نحيت له من حقه، ولات حقه الرشوه، ولا تفاخر، ولا قهوه، ولا واش دار فلان؟ حكم مير واش دار؟ دخل جندار، دخل اوفيسي دي بوليس واش دار؟ هذه التبعات اللي وصلتنا للعبوديه. يولي يبتزك انسان كي انت كي هو حقك ما يعطيه لكش، كاش عبوديه اكثر من العبوديه يا ناس، ولا الشعب مغروسه. يعني مانيش نقول لك انا على اطار سامي، يا ودي شعبي بسيط ولات عنده اديه، راها مشكل كبير. راكي تولي هذا المصيبه نتاع الرشوه تولي اديه في مجتمع رانا ضعنا، وهي سبب اللي خلانا نبيعوا كرامتنا. هذا الاستعباد بعينه، لانه يستعبدك يضيع لك مصالحك، شرطي في باراج يضيع لك نص النهار يكركرك، الناس ما تعقدش، ولا تستسيغ بهذا الصوالح خلاص، ولا عاديه، ولا تقضي صوالحك بكلمه اقضي صوالحك، اقضي صوالحك في كل المجالات، اقضي صوالحك روح دي كاسكروت كاشير واحضر في البيضاويه، اقضي صوالحك ما الدرشوه، اقضي صوالحك انترفيوني الى حاجه ماشي حقك، اقضي صلاحك ادي دار وبيع عرضك، اقضي صلاحك اقضي صلاحك. هذه العبوديه. لو كان الناس عبيد. لو كان الناس هما فكروا في الكاسكروت، انا الشيء اللي نشفى عليه اللي حكوه لي الوالدين، كانت فرنسا اثناء واسمه الفتره نتاع الاحتلال يقولوا لهم نجيبوا لكم القمح ونجيبوا لكم الشعير ونجيبوا لكم السميد وكذا، يقول لهم ما نديوش، ما كانوش. كانت المراه على جال باش هي تبعد هذوك العسكر نتاع فرنسا، تروح تلطخ روحها بالحموم، دي عشاك زبل، تروح تلطخ روحها بالحموم وتوسخ روحها حتى باش يعافوها. باش الان صاروا الجزائريات يعني للاسف الشديد نقولوها بمراره يديروا المكياج ويروحوا لهم. شفت جوستومون تسقم روحها وتروح له. وهذا اللي انت ذوك بكسكروت، هذا كسكروت هو يروح يبيع الموقف نتاعو، يبيع الكرامه نتاعو، يبيع الشرف نتاعو، يبيع العرض نتاعو. هذا غدوه لو كانت توقع الدوله في احتلال، هذا كيفاش يدير؟ هذا يبيعنا كاع، يبيعنا والله نبيعنا. هاد الناس يا المفاهيم تبدلت. كاين واحد الانسان واش قال لي؟ قال لي يا احمد مبادئ الرجله تبدلت، مفاهيم الرجله تبدلت. قال لي مفاهيم الرجله تبدلت. كي تتبدل المفاهيم يا استاذ والله غا كارثه. نعم اخي احمد، راه كاين مجموعه من الاخوه راهم ينتظرون، حاولوا ان شاء الله نمرر لهم الكلمه واحد بواحد. معليش، ربي يبارك فيك الاخ احمد. شوف ترى الاخ هذا محمد بوزيان، المهم الاخوه والاخوات نحاول كل مره نطلع واحد، ماذا بكم كل واحد يوجد يعني روحه هكذا لما يتكلم يوجد بعض الاشياء، يعطينا الاسباب، ربما يضيف لنا بعض الاشياء هكذا المتعلقه بالاسباب نتاع العبوديه. يا هل ترى تم غرسها عن طريق وسائل الاعلام؟ يا هل ترى تم غرسها من خلال المأساة اللي عاشتها الجزائر؟
يعني ترى من خلال الاستبداد اللي هو غرس الخوف. المواطن الجزائري، يا ترى من خلال الفترة نتاع الاحتلال، إلى غير ذلك من الأشياء. أخ محمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، منين راك تكلم فينا الأخ محمد؟ وين تراك يا سي نادين؟ الله يبارك فيك. واش قلت لك المرة اللي فاتت تحدثنا على الموضوع تاع التغيير؟ واش قلت لك؟ ما قلت لكش مستحيل. ذكرني نهار درت النقاش فيما يخص موضوع تاع التغيير، قلت لك مستحيل التغيير. وهذه تاع اللي حضروا في القاعة البيضاوية، هذا لا حدث، هذا لا حدث، لأن شحال تربط القاعة البيضاوية؟ 50,000. 50,000 مو الشعب الجزائري كامل، شحال تربط؟ 50,000، 60,000. علاش نهضروا حنا على الحاله البيضاويه يا الاخ محمد؟ حنا رانا نحوسوا دوك هذا المواطن اللي راهو صار هو عبد، صار يتشرب كسكروت، هذا هو اللي غايضنا حنا. شحال من مواطن يا ولاي يا رب؟ شحال من مواطن الا بغى 10,000؟ ولكن درك هذا الناس اللي راهم درك هما، هذا الناس اللي راهم درك هما في الجزائر، راهم صاروا هما يوسخوا في الصوره نتاع الجزائر، ومنهم من يزعم من انه راهو يخدم في الجزائر، راهو يزعم من انه راهو يبني في الجزائر، والناس اللي راهم ينتقدوا في هذه الممارسات راهم يسميهم عملاء للخارج، وراهم يسميهم خونه، بينما هذا العبيد شوف وين راهم وصلوا الجزائر، اكثر من 1,000 مليار راحت هكذاك هباء منثورا راحت. لو كان جات طاحت هذه المليارات اللي دخلت من خلال ارتفاع الاسعار نتاع البترول، لو كان جات عند ناس يعرفوا يدبروا، جات عند ناس يعرفوا يتقشفوا، جات عند ناس اللي يعرفوا يفكروا، لو كان الجزائر راها وصلت للجنوب افريقيا، فهمت؟ لو كان راها وصلت تبني الجزائر، وراهم وصلوا يطوروا في الوسم، راهم لحقوا للجنوب افريقيا. احنا الجزائري الان في 2019 مازال يطلب في السكن، ومازال يطلب في العمل، ومازال هو يروح يحرق. تلقى انت انسان غير كيف تزوج مسكين، مازالت المرأة نتاعو مازالت ما شبعتش به، ومازالوا ماليه مازالوا ما شبعوش به، يروح يرمي روحه في البحر يموت. أنا معك في هذا الطرح يا أستاذ نور الدين، ولكن راني معك، راني ضدك، يعني ضد الفكره تاعك اللي تقول باللي الشعب الجزائري شراو بكسكروت. شحال هذو؟ 50,000 عبد، صح احنا رانا 43 مليون. ما رانيش نقول الشعب الجزائري الاخ الكريم، فهمت؟ ما رانيش نقول الشعب الجزائري، راني نقول باللي كاين ناس راها شريحه الان هذا تدفع العبوديه في الجزائر، فهمت؟ هذه العبوديه اللي ظنيناها انها اختفت، تاع دوك مثلا تروح تسمع انت مداخلات نتاع بومدين ولا بنبله، يقول لك هكذا كل واحد يقول لك باللي انا لما وصلت للحكم نحيت هذيك نتاع السراج، كانوا بكري شوف انت انسان واحد زوالي فقير هكذا، يقول لك باللي يروح هو يسيرج الصبابط، تلقى انت واحد عسكري يسيرج له الصباط في الطريق ويعطي له، حتى شفناها في بعض الدول. احنا ظنينا ان هذه الممارسات راحت، صارت الآن واحد يديه بكسكروت يروح يحضر ويبرح ويزغرت ويطبل ويزمر بطرق واحدة أخرى. شادلي الله يرحمه الله يغفر له، هو اللي بداها. شادلي الله يرحمه الله يغفر له، هو اللي بداها. بغى يضرب لي كوميونيست بليز إسلاميست باه يباسي لو كابيتاليزم، هذا هو اللي رانا لحقنا ليه، باه يخرج من الكومونيزم ويدخل في الكابيتاليزم، هذه اللي لحقنا ليها. رجعوا الخماس ورجعوا مولشي ورجعوا لكولون، عنده فيرما برا وفيلا داخل، ورجعوا عامة الشعب. كنا في وقت غير بعيد، كنا لما نشوفوا احنا ناس في السعودية لما يديروا المبايعة هذيك تاع الملك، يديروا لهم واسمه إطار هكذا، ويجيوا هما يبايعوا وكأنهم راهم يبايعوا في الملك، كأنهم يبايعوا في الملك، ويجيو يبايعوا في كادر هكذا خادمينهم بالحطب هكذا. صرنا الآن
نشوفوا فيها في الجزائر دايرين كادر وتجمع بالالاف نتاع الناس من مختلف ارجاء الوطن، يجيبوهم وهما يديرونا في هذيك السيرك اللي وصلوه درك الان. يعني صار الجزائري يستحي من هذ الناس هذو. نعم يا شكرا، ربي يرفد علينا وخلاص. ربي ان شاء الله يرفد علينا هذا البلاء، إن شاء خطر الله هذا يا رب العالمين. كله من الناس اللي ما يشتنهي على المنكر، شوف المنكر وساكته، شوفوا وين رانا وصلنا. الله يجيب الخير يا أستاذ. اللهم امين. شكرا شكرا للاخ على ابو حمد، ربي شكرا يبارك فيك. ان يا شاء أخ الله نورتين. نمر الاخوه اخرين. نشوفوا ترى هذا الاخي الزكي من السعودان. درك المهم الاخوه راني نجي لكم ان شاء الله بالوعد، معذره. المهم انشروا الحوار في صفحات على جل باش ان شاء الله يصل الى اكبر عدد ممكن من الناس. الاخ زكي مرحبا بك. مرحبا بك، السلام عليكم الاخ نور. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الاخ زكي؟ من شلغوم العيد. مرحبا بك الاخ زكي. واش تقولنا في الموضوع الله تاع اليوم يسلمك. تاع هذا نتاع العبوديه والله في يعني الجزائر؟ في الموضوع، يعني قبل ما نتكلموا على تام اكزاكت العبوديه، ارجعوا الشيء اللي شفناه البارح في القاعه البيضاويه، هذا كمثال صغير. نعم ربما انا نشوف باللي مثال ما نقدروش نقيسوا عليه. اول حاجه، هذو ناس جايين من مختلف الاصناف، واحد شيات، واحد مهبول، واحد كاين على بال، كاين مهابل جابوهم البارح. هذه اول حاجه. كاين ناس ما على بالهمش حتى على واه رايحين تما، سي توت ان انسومبل، واحد شيات، واحد انتهازي، واحد انسان هكذا عنده مصالح. لموا الناس من مختلف الطبقات ومن مختلف الولايات وجابوهم، هي الهدف تاعهم حبوا يبينوا، يقول لك هاو الشعب الجزائري كيفاش مداير. الور كو نو، نعرف حاجه واحده، في كل مجتمع في العالم كاين ما يعرف بالطبقه الصامته، والطبقه الصامته هذه هي الاغلبيه في العالم كامل. في الجزائر الان نشوف باللي الطبقه الصامته هي اللي عندها، هي الاغلبيه الشعبيه كما نقولوا. لو تتحرك هذه الاغلبيه الشعبيه في اطار سلمي، راح تتقلب الموازين ربما في 24 ساعه. بون، يكون فيها يعني ان كود فورس، يعني كالكو بار منا ومنا يكونوا فيها تجاذبات، ولكن لحد الان انا عند النظره تاعي نشوف باللي الاغلبيه الصامته في الجزائر راهي مدايره مليح لحد الساعه. يعني لحد الساعه ما حابه تخندق مع حتى جهه، لانه المشكله مش في بوتفليقه وحده. بوتفليقه صح لو بيلون تاعو كاين كاتاستروف، يعني من جميع على جميع الاصعده كاين كارثه عظمى، ولكن حتى سوا ديزون مرشحين اللي معاه هذوك، اما الوجه الاخر النظام ما كانش، يعني هذاك اللي راح يجيك يقول لك انا ندير تغيير يعني راديكالي والله، وما كلهم زي بعضهم يعني. نعم، ما حتى هو غير بالنسبه في للي الخطاب قلت لك ما عنده حتى معنى. نعم، يعطيك ولكن هذه الصحه بالنسبه الاغلبيه هذه اللي للي راك تهضر عليها، الاغلبيه الصامته هذه الى ها متى؟ وش من وقت اللي تتكلم فيه؟ دوك نقول لك الاغلبيه الصامته هذه. اول حاجه، مستوى الوعي في الجزائر راهو في تدهور كبير بزاف. راك تلقى واحد جامعي عنده شهاده تاع دكتوراه ماستر جامعي، موش واعي، ما على بالوش، خلاص تلقاه مستقيل من الحياه السياسيه الاقتصاديه، ما يعرف حتى شيء، كيتفرج البارسا الريال، يتبع في هذه الحوايج، يعني ما يهموش في المستقبل. المشكل الكبير اللي يحملهم المسؤوليه شكون؟ هما النخبه. النخبه تلقاهم صنفين، نخبه، نهضر طبيب، نهضر ارشيتكت، نهضر استاذ جامعي، نهضر هذو صنفين. الصنف الاول تشرى، هذو شراوهم، تشراو. الصنف الثاني راه مستقيل وجاب روحه. نعطيك مثال، تاخذ مثلا مهندس كبير ولا طبيب ولا استاذ جامعي، تلقاه اونات كما نقولوا، تلقاه يخلص خدمه يروح للدار مع ولادو، كون يصيب ما يدخلش روحه خلاص في الامور هذه، تقول له هيا تقدم البلديه ربما دير اصلاح، تحكم امير، الله ما يجيش. اخ زكي، لهذا هادو ما تسميهمش الشعب نخبه، ما هادو عندوش بوصله. يا ودي النخبه، شوف النخبه هادو ما تسميهمش نخبه، فهمت هادو ما انا تسميهمش نخبه. انت انسان اللي راهو دوك عنده شهاده، دوك راهو مهندس ولا دكتور، تسميه انت من النخبه؟ ماهيش قضيه نتاع النخبه. النخبه هي الزبده نتاع المجتمع، نتاع الناس اللي هما يتحركوا، فهمت؟ ايوه، نخبه كي تقول انت دوك مثلا مجموعه، مثلا هاد الناس اللي راهم دركم مثلا فجروا الثوره، فهمت؟ ما رضاوش بالظلم، ما رضاوش بالعبوديه، ما رضاوش بالتهميش، ما رضاوش بالاقصاء، ما رضاوش بالزعامه، ما رضاوش بالمشيخه، هو ما عملوا عمل جماعي، فهمت؟ هذه نقطه. سامحني نقطعك، لازم الناس، كل الناس لو اللي حاولوا تفكر التغيير هما اللي مشاو مع بعضهم، فهمت؟ مجموعه
من الجزائريين اللي هما تحملوا المسؤوليه نتاعهم كانوا هما في الطليعه، فهمت؟ ماشي طالع الحريات تاع نتاع نتاع بن فليس، طليعه كانوا في الطليعه، ماشي بالاسماء، كانوا في الطليعه في الصف. شي واحد راهو جاي مدي لي باسبور دبلوماسي وقاعد يساسي في العافيه مع النظام، خليوا له الشهريه نتاعو، خليوا له لابار تاعو بالعمله الصعبه، وراهو في فهمت في الكرسي. هذو النورمال مود سميوها انتم المؤخره، ماشي 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 طالعه، سميوها المؤخره، فهمت؟ طالعه نشوفوهم في الاول، جايين في الاول فوالا. ولهذا الشعب الان كي تشوفوا فاقد البوصله، الشعب الجزائري درك اكطوالمون فاقد البوصله، حتى غدو له يكون في حراك، ما كانش هذيك الجهه اللي تمتص الغضب تاع الشعب. والله لان لو نوض غدو الشعب ممكن يحرق الدنيا في 24 ساعه، الناس ما على بالهاش اي اتجاه رايح عليه. ونشوفوا حنا امثله، مسيره تبدا سلميا بعد تنحرف، وصح فيه الامارات هذيك يلعبوا بها وهذاك، ولكن المسيره تنحرف. لانه علاه؟ لانه الناس مش واعيه، الناس مش عارفه الهدف اللي تروح ليه كيفاش. هذا هو البروبليم الكبير. لازمنا قبل كل شيء ثوره اخلاقيه، ثوره تاع توعيه. لو ترجع للثوره انت تكلمت درك، الثوره الجزائريه، هذو بن مهيدي، بن بولعيد، عمي رشيد الله يرحمهم، سورتو هذوك الست المفجرين، اما جاوا طاحوا علينا من السماء. ونضال بدا في لي زاني 30، الحركه الوطنيه، حزب الشعب، بداوا بالعقل بالعقل بالعقل. لما وصلوا للمرحله الاخيره خلاص هذيك تاع نفجروا الثوره، نفجروا الثوره. ولما فجروا الثوره لقوا صعوبات في البدايه، عليه الوقت هذاك جبهه التحرير تقتل في الناس، يشكوا فيك برك يقتلوك، بربما انت مظلوم، تروح عند ربي يقول لك بينه وبين ربي. منطق الثوره الوقت هذاك كان هكذا بالقوه. الشعب في البدايه ما تنساش 23% من لا بوبولاسيون الجزائريه بارتيسيبات برك في لا ريفوليسيون، مي الشعب الجزائري 100%، وترجع 23 24% هذو الشعب الجزائري اللي شاركوا، البقيه لحقوا بعد 59 60 لما الناس عرفت بلي الاستقلال جاي، الناس ركبت الموجه، سي نورمال. هذا هو البروبليم الكبير دروك تاع الجزائر. ولو انني يعني واش نشوف انا، طبيعي لا تحمل الفراغ، مستحيل تبقى الجزائر هكذا شي نهار. اول حاجه حتى النظام هذا، النظام بيولوجيا راح يخلص، النظام الجزائري نشوفوا المسؤولين اللي فيه كبار، مع الوقت 10 15 سنه بيولوجيا راح يروحوا. بصح لو بروبليم الكبير واش هو الجزائر، انه قادر يروح النظام هذا لما ينتهي يدي الجزائر معه الهويه، وهنا المشكل الكبير. شكرا للاخ زكي نمر الاخوة. بارك الله فيك. الله يسلمك. ترى الاخ، شوفوا الاخوة الاخرين، شوفوا ترى هذا الاخ احمدي فريد، كل مرة نطلع واحد من الاخوة. المهم دوك ان شاء الله كل مرة نطلع واحد الاخوة اللي تكتبوا في التعليقات، التعليقات ما عندها حتى معنى. المهم ما تحب انت تطلب المداخلة ضيف روحك في القائمة. أخ فريد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منين راك تكلم فينا الأخ فريد؟ عيطك من ويتوف. مرحبا بك الأخ فريد. الله يخليك. بأخويا نور الدين، حبيت نحكي على الحكاية العبودية هذه وما عبودية ما. نعم. أنا عندي رأي، أنا نقول الجزائر هذه عرفت انطلاقة العبودية من 62، نقولوا علاه من 62. بون معليش، الجزائر استقلت في 62 وحقوا الاستقلال الحمد لله، والناس كسرت أغلى العبودية اللي كنا رانا لابسينها من جراء الاستعمار إلى غير ذلك. ولكن جيش الحدود هذا، ما نقولوش الناس اللي كانوا فعلا مجاهدين حقيقيين، جيش الحدود هذا اللي دخل بدا يحكم في البلاد بالحديد والنار، بالدليل تصفيه عده قيادات وعده ناسات جاهدت وحاربت الاستعمار ودفعت دم قلبها ودفعت دم ولادها من اجل محاربه الاستعمار. وليس ببعيد نتذكروا الاحداث اللي صارت بعد 62 من تصفيه العقيد شعباني، تصفيه عده قيادات كانت شاركت في الثوره الجزائريه سواء بحمل السلاح او بالعمل السياسي الى غير ذلك. اذا الناس هذو تبعوا سياسه الترهيب منذ الوهله الاولى. الامر الاخر
لما نحكو على العبودية بصفة رسمية، أنا نتذكر بعض الأمور اللي أخذها منحة بومدين، اللي ربما بعض الناس تمجد وتقول بومدين وإلى غير ذلك، كل واحد ورأيه. العبودية هذه كيف عبدت؟ أنه بمثال بسيط، كانت في زمان السبعينات وأواخر الستينات أنك ما تقدرش تخرج من الجزائر إلا عن طريق تصريح من الدولة، ما تقدرش تغادر التراب الوطني. أي ليست هذه عبودية، مع أن ميثاق حقوق الإنسان ينص على أن الإنسان له حرية التنقل، معناها يسلبوا لك حق من حقوقك اللي شرعت الأمم المتحدة وشرع القانون الدولي إلى غير ذلك. هذه واحدة من العبودية. إلى أن بعد استعبدوا الناس، نقصوا حتى في متطلبات الناس، تبقوا سياسة جوع كلبك يتبعك، جوع كلبك يتبعك. أكرمكم الله، أكرم الله ما سمع الحاضرين. مشات المرحلة هذه حتى للثمانينات، وين وقع انفجار تاع 85 وطالبت 88 عفوا، وطالبت الناس بهواء الحرية وتشم الحرية، قمعتهم الدولة. الناس اللي كانوا حاكمين، العصبة اللي كانت حاكمة هذاك الوقت، قمعت الناس باش يعاودوا يردوهم تحت صباط ويعاودوا يردوهم في العبودية. من بعد القطرة التي أفاضت الكأس، أو القطرة التي كانت هي المفصلية في تحديد عبودية الشعب 100%، هو خلق الأحداث تاع المأساة اللي عشتها الجزائر من سنة 90 إلى غاية تقريبا حتى 2005 2006 2007. الناس تقول عشرية سوداء، هي استحالة، هي 20 سنة. الناس خلوهم عايشين في رعب، تهدر يدوك، تركلامي على حقك يدوك ورا الشمس. هذه هي كيفاش تخلقت العبودية في الجزائر. أصبحت الناس اللي تحكي مع حاليا، وإحنا ماناش مع أنه تغيير الوضع بالقوة، لأن الفوضى ما تخلق إلا الفوضى، والفتنة ما تأتي إلا على الأخضر واليابس. لأن إلى سالت الدماء وسالت ونجت الفتنة، راح تكون الناس متشتة وراح تكون مصائب عظمى. هذا من الناس يحوسوا على تجارة الحروب، حتى إلى نافت الناس ودارت ودارت، راهم هم المستفيدين والشعب دائما يبقى خاسر. إذن العبودية هذه راهم صنعوها هما بتخطيط جهنمي، ما جاتش اعتباطية، ولا ما جاتش الأمور هكذا معناها تساق بدون أسباب، ولكن عندها دراسة على مر تاريخ من 62 إلى يومنا هذا، تعرف أنه كل خطوة داروها كانت خطوة مخططة. نعم، شكرا شكرا الأخ أحمد. راهم كاين مجموعة أخرين راهم ينتظروا. شوفوا ترى الأخ مولود. شوفوا الأخ مولود من بريطانيا، ومن بعد نجي لكم الأخبار. جماعة صبروني شوية. أخ مولود مرحبا بك. مرحبا بكم. السلام عليكم الأخ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ مولود، موضوع تاعنا اليوم هو حول العبودية في الجزائر، وش هي الأسباب اللي خلات العبودية تنشأ والله يعاد بعثها في الجزائر. السلام عليكم، نحيي الإخوة كاع اللي راهم مشاركين، ونشكر الأخ اللي كتفضل من قبل الأخ هذا تاع عواد شوف أربي جزيه. والله إلا شوف نور الدين، والله إلا تلقيت مع واحد صاحبي اليوم، قال لي نورمالمون اليوم حنا جزيريين نمشوا بالعجار، قال لي نولوا نمشوا بالعجار خلاص لحقنا الواحد. والله العظيم غير قاعد نشوف واش كان يحدث في لاكوبول البارح، اقسم لكم بالله يا خوتي غير حرك. اسمع على بالك باللي البارح لو كان ما رقدتش
لو كان مانيش عارف واش راه هي صرا فيا، شوف على بالك باللي لو كان ما جاتنيش سكته قلبيه البارح تسمى منعت، منعت على شعره. والله راه خممت عليك البارح. والله رقدت، رقدت تسمى رقدت، حتى على بالك البارح درت حوار وقيلا على 12 تاع الليل، 12 تاع الليل درت اللايف، كنت زعما حاب ندير 8 رقدت حتى لعاد تقرا 11 ونص وقيلا تاع الليل باش نوض. كي رقدت لقيت روحي شويه تسمى تكالميت شويه. هو استفزاز خويا الاخ نور. والله غير شوف البارح شفتك، البارح شفت الحلقه ديالك، والله ما قدرتش ندخل، ما كاش عندي، ما قدرت ما نقول خلاص يعني. ما تحكي انت على العبوديه، ما ريش ميش عبوديه، هذه راهي ما شغل خلاص. الانسان سبحان الله كالحيوان بل هم اضل خلاص، هما راهم اكثر، ما على باليش فوق العبوديه واش كاين. الانسان يبقى الحليم يبقى حيران. والله يا خويا نور الدين غير اقسم بالله نقولها لك بالصريح الفصيح، غير 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 حشمت، نحشم باللي نقول انا جزائري، والله غير نحشم اقسم بالله. انا نقول لك والله شوف، والله شوف نقول لك استغفر الله يا ربي، يا هذا الناس لو كانت تروح تبحث في القضيه نتاعهم تلقاهم مش جزائريين. لا جزائري نور الدين، لا جزائري نور الدين، ولا جزائريين، ولا جزائري نور الدين. كما تفضل الاخ من قبل كما قال لك كما التحقوا بالثوره، صحيح الكلام ديالو في البدايه شحال كانوا منخرطين شعب الجزائري، ما كان كان على بالوش كاع، ما على بالوش كاع الباقيه كما يقولوا القسط الكبير كاع التحق بالثوره مؤخرا. وصحيح هذا يا يعني، حنا برك قدسنا الثوره وداو قدسنا. اخ مولود صبرني شويه برك. شوف الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعبد الناصر الكحل المجيد كتب تعليق تقول فيه طلعني استاذ عندك 50 مره وانت تطلب في الاضافه، ربما راك 50 مره وانت تكتب في التعليق ولكن ماكش موجود في القائمه، لم تطلب الاضافه ماكش موجود في القائمه نتاع الاضافه. هذه وحده، بالاضافه الى ان نورا من الاخوه يتكلموا، يعني تكتب 4000 تعليق ما راكش راح تطلع، ماشي غير 50، 4000. راني نمرر كل مره، نمرر واحد يتكلم نتناقش انا وياه، وكل مره نعطي الفرصه لواحد على جال باش يتحدث. اطلب الإضافة، ادخل للقائمة وانتظر، انتظر حتى نمرر الإخوة ومن بعد نعطيك الكلمة وتكلم سيدي وفيدنا بالنقاط اللي راك حاب انت تثيرها في هذا الموضوع. تفضل الأخ مولود. قلت لك خلاص، قلت لك انا كيما انا، والله نحكي لك على انا، والله غير عيا مخي، والله غير مخي غير عيا يا خويا نور الدين. لا ما خلاص ما قدرتش دوكا يا ترى. وانا نقول لك يترشح ويدوز العهده ويديروا انتخابات وعادي والشعب راضي وكيما كنت تلح انت يا والله العظيم. المشكل الكبير في الجزائر غراه في الشعب، والله ما راهو في النظام. هذه قناعه من عندي انا. إيه انا كاين خلل كبير، خلل كبير موجود. شوف بتجربتي صح، انا خرجت بكري للغربه وكذا، بصح حبط للجزائر وعشت في الجزائر، مكثت في فتره طويله، كاين وين مكثت عامين، كاين وين كثت عام، شفت الناس كيفاش تخمم يا اخي في العائله ديالي، حتى علاش حتى نروح للبعيد. ما كان الناس ما ناس كفرت بانعم الله خلاص، يعني ما انت تحير جمير تاع الجزائر الوسطى، جا الحومتي المير تاع الجزائر الوسطى، كيفاش الناس استعبدوا يعني استحمروا نفوسهم ليه بطريقه عجيبه جدا. راه واحد من الاخوه راهو يطلب في الهادي، لا راهو معك، ما ظنيتش لك كان راهو الهادي معك. لا الهادي في المانيا، كان معايا ومن بعد راح جا عندي بزياره. بلك الى راهو الهادي يسمع فينا اخويا، واحد راهو طلبوا من السعوديه، راه من الاخوه اللي راهو يتبعوا فينا. مانيش عارف انا هذا شكون الاخ هذايا، قول اسمه كاوس اخ عبد الخالق. عبد الخالق
واحد من الاخوه طالب راهو طالب في المدينه المنوره، واحد من الاخوه المتابعين للصفحه هكذا ومهتمين بالموضوع هذا. المهم اذا الاخ مولود، على جال باش ما نثقلوش على الاخوه حتى باش ما يملوش، واش هي الاسباب؟ الاسباب عندها جذور، ما جاش هكذاك، ما عندها جذور يعني الاستقلال وطلع تربينا على العبوديه هذه خلاص يعني عندنا ما عندناش ثقافه. وهذه دوك انت باش شوف كيما نزلت الجزائر الى الحضيض خدات وقت، تاخذ وقت نقدر نقول ضعف الوقت. الاسره مسؤوله على العبوديه ولا ماهيش مسؤوله؟ الاسره مسؤوله على العبوديه. المسجد مسؤول، الاسره مسؤول، الاستاذ مسؤول، الشعبي مسؤول، المسجد هذا مسؤول. الامام هذا الذي لا يخاطب العقول، هو يشوف المصلين هذوك عباره عن الات مسجله يغرس فيهم مشحب، والناس راها واحد ما يتحرك، ذبانه ما تبوجيش فقط، هذا ما يغرس العبوديه. يغرس العبوديه الاستاذ هذا اللي هو يشوف في الطلبه وفي التلاميذ مجرد ايضا اوراق بيضاء ويعمر فيهم وش يحب، دون هو انه يعلمهم على استخدام العقل. نعم او لا؟ نعم او لا؟ نعم او لا؟ هذا مش راهو يربي في العبوديه؟ صحيح صحيح. والعسكري هذا اللي يروح هو دركا يدخل هو يدير الخدمه العسكريه، كنا احنا نسميوها الخدمه الوطنيه، من اجل باش يقدم خدمه للوطن، يروح هو يدخل اسد يخرجوه معزة. صحيح صحيح. هذا مش راهو يغرس في العبوديه؟ غرسنا العبوديه في المسجد، في المسجد، في المنزل، في المنزل الاب مثلا، الاباء ماشي هذوك اللي دوك راهو مات بنوه اختطفوه او قتلوه او كذا، يصرخ اسمعوا، الصراخ ممنوع، ما تعيطش حتى باش ما تفيقش الناس اللي من هي. نعم هذا مش تربيه على العبوديه. والى غير ذلك الى غير ذلك. والله ما والله ما قدرت نعبر على بالك نور الدين، والله العظيم غير حبس مخي يا نور الدين، والله العظيم غير حبس مخي، ولهذا ما كنتش ندخل بزاف معك، انا نتبع فيك، انا نسمع لك. ربي يكون معك. والله غير عيا مخي، وانا عيا مخي، وانا بالمناسبه ما ارتاح الاخ مولود، شوف كاين الناس اللي راهم معمرين، شوف كش ما كاينين الناس اللي راهم. شوف يا نور الدين، غير البارح غير بالزيت، غير كنت نقلي، غير طارت علي الزيت. ربي يكون معك ان شاء الله. ربي يكون معك الاخ مولود. امين اجمعين. شكرا للاخ مولود، نمر الاخوه راهم ينتظروا فينا. شوفوا ترى هذا الاخ عبد الناصر هذا اللي مصباح هو يعيط، السلام عليكم اخ عبد الناصر. وعليكم السلام ورحمه السلام الله. عليكم مرحبا بك استاذنا، الله يسلمك. حبيت نتدخل برك باش في الاول باش نشوفوا المعنى. هناك عبوديه باش تفضل. الو تفضل. نعم تفضل، راني نسمع فيك، تفضل. يبدو هو انه عندك مشكله في الصوت نتاعك. نشوفوا الاخ هذا مصطفى. اخ مصطفى مرحبا بك. وعليكم السلام. اهلا بك يا استاذ الكريم، حياك الله يا اخي الكريم، تحياتي. السلام عليكم للجميع. الله يبارك. اهلا بالجزائر. من وين راك تكلم أهلاً الاخ؟ والله انا موجود عبر البحار، من وراء البحار. ومنين الاخ مصطفى؟ منين انت؟ جزائري انت؟
نعم من الجزائر طبعا، من الجزائر يا أخي الكريم. منين وين راك الأخ مصطفى؟ من مدينة الصيف. أيوا تفضل الأخ مصطفى، الأكسون تاعك مش نتاع الصيفية يا صاحب. يعني يقول المثل كما تمرنت أكثر يصبح أداؤك أفضل. أيوا نحن نريد أن نغير عقولنا ولا نبقى كما كنا بالجزائر، نحن نريد أن نتحضر ونتقدم ولا نريد أن نسمع هذه المهزلة وهذا الحبوط وهذه النكسة من نواكس. يا صديقي الكريم، أنا لا أتفنن في السياسة وأكره السياسة، ولكن أعطي بعض الكلمة تكتمل للكلمة ليعلم الجميع ولماذا أننا نحن هكذا بالجزائر اليوم. يعني لا نغطي الشمس بالغربال، كل شيء واضح. العبودية أو التخلف أو الجهل يأتي بناؤه من الجهل بالضبط، كما قالوا السادة السيد من مدينة بسكرة والآخر الذي أعتقد من مدينة المسيلة وغير ذلك. المهم الأسباب التي جعلتنا هكذا، نحن بنينا أنفسنا بأنفسنا على الوهم والانتظار، وكنا نعتقد بأن الشعب الجزائري أن السماء حقيقة تمطر الذهب. لا، يقول الحكيم يا أستاذ، يقول الحكيم للشعب الجزائري أو للشعوب العربية: ليس عليك أن تكون عظيما لتبدأ، ولكن عليك أن تبدأ كي تكون عظيما إن أردت أن تكون. أيوة صحيح. يقول الشاعر لشباب الجزائر، أقصد شباب الجزائر المهزلة: للعجب ما رأينا في الشباب الجزائري من التخلف، نعم أقول الجهل والتخلف من أنفسنا. إن كنت ما تدري أيها الشاعر، إن كنت ما تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. حضر نفسك للأعظم المصائب ستأتيك بعد. أنا أعتقد إذا عندك أنت يا أستاذ 100 صديق، 100 صديق وكل واحد يعطيك النصيحة، فلربما كلهم يخطئون. 100 صديق كل واحد له فكره، وفي كل فكر فلسفة، يعطيك نصيحة ممكن يخطئون، ولكن فيه شخص واحد، في حاجة شيء واحد لا يخطئ، هو الكتاب. إذا علمك الكتاب، نعم أيوة، لما أعتقد أنا على المباشر. طيب تفضل تفضل يا أستاذ. نعم تفضل تفضل. أيوة نعم، إذا أتقنت تصفحت الكتاب لا يخطئ بك الطريق. يقول أرسطو، اسمع لهذه الحكمة لأرسطو، عنده 17 قرن من رحيله في الاجتماعيات، عالم جليل في الاجتماعيات. أرسطو عاش 94 سنة، لما كان 94 سنة يعني أهرم لا يستطيع الخروج، وبقوا يعني العلماء والمماليك يزوروه في البيت. ذلك اليوم زاره أحد الملوك من الملوك في النواحي آنذاك في أثينا، فقال له: يا أرسطو، جئتك اليوم ليس بالزيارة، وإنما أطرح عليك السؤال، ستجيبني سؤال واحد. قال له أرسطو: تفضل أيها الملك. قال: جئتك اليوم، أنت وأنا هرمنا، وغيرنا غدا أو بعد غد سنرحل، ولكن بالله عليك كيف نبني الجيل سيكون أفضل منا بكثير غدا. فرد عليه أرسطو، قال له: أيها الملك، ببساطة، قال شيء بسيط. تجنن الملك كأنه أرسطو يسخر من الملك، فقال له: وكيف تقول هكذا؟ قال: نعم، بكل شيء بسيط. قال: أيها الملك، فاسمع لهذا الكلام. قال: قد يكون الوطن عندما يكون المواطنون مشتركون في السعادة أفاضل، تعاونوا على البر والتقوى والعلم والتقدم، يكون الوطن
عندما يكون المواطنون مشتركون في السعادة أفاضل، ويكون المواطن فاضلا بالثلاثة. لابد هذا الوطن الذي يقول تحيا الجزائر يكون يحمل ثلاث خصائل. إذا لم يحمل ثلاث خصائل يفقد الاتسان، لا يصلح لنفسه ولا لمجتمعه. ما هي ثلاث خصائل التي لابد إجباريا أن يحملها؟ أولا العقل، ثانيا العلم، ثالثا الصدق. لا. هذا هو المواطن، يسمى بالوطن، بالمواطن الحقيقي في وطنه. العلم، العقل، والعلم والصدق. بالله عليك يا أستاذ نحيني ثلاثة هذا إذا موجودة في الشعب الجزائري. العقل كن حيوم للقوة طليبة خلاص، والصدق. إذن لا نستطيع أن نبني، لا يكون، يستحيل أن يكون الوطن بلا علم أبدا، لا نعيش الأوهام. يقول العلامة ابن خلدون الأخ مصطفى إذا خلينا في الموضوع، الأسباب نتاع العبودية وش هي؟ اختصرها باش نمر الإخوة آخرين. والله يا الأسباب العبودية، أنا باختصار كل شيء، الإنسان الذي يفقد الاتزان، يفقد الوعي من نفسه، الإنسان الذي لم يذوق طعم التعليم والوعي، لم يرى وجود الأمم كيف تتقدم. وش هي الأسباب؟ يا هل ترى هي من الأسباب جهة الأسباب هو مبنية على الجهل. شعب جزائري جاهل لا يعد بأصابع. إذا كنا نقول عندنا 3700 أدمغة هاجروا، وشرتهم أمريكا وشرتهم كندا وغير ذلك، لا تعد بذلك يا أستاذ، من 40 مليون. الجهل هو السبب، هو سبب العبودية في كل شيء. ماذا يصنع لك الجهل؟ أنا باختصار، أنا أختصر الكلمة، هو الجهل فقط. شكرا لله. أتدري باختصار، أتدري 2016 ليس من للأسف الشديد عنده مشكلة في الخط نتاعو. المهم راهو الرأي نتاعو راهو أنا سمعناه. شوفوا الأخ هذا حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ حسين مرحبا. كيف أستاذ لباس؟ الله يبارك فيك. كيف حال الأستاذ لباس؟ الحمد لله. كيفكم لباس؟ الله يبارك فيك. الله حسين راك تكلم فينا من الجزائر. مرحبا بك الأخ حسين، تفضل. كيف أحوالكم لباس؟ الحمد لله. الموضوع تاع اليوم والله أخ شو راح نقول لك؟ السؤال تاعك بالذات وش هو الموضوع هذا برك؟ باش نجاوبك بال نشوفوا ترى الاخ هذا ابو علام. اللي يجي يشارك مرحبا به، اللي يجي يمد الراي نتاعو مرحبا به، اللي ما على بالوش بالموضوع والله ينتظر يشوف المره الجايه كي نديروا الاعلان على الموضوع. هي الموضوع راه مكتوب في الصفحه وراه مكتوب في البث المباشر حول العبوديه في الجزائر. اللي ما راهوش فاهم المصطلح راه الان الجوجل موجود، يقدر هو يدخل الجوجل ويشوف مصطلح نتاع العبوديه وش هو ويجيد لي بالراي نتاعو. اخ ابو علام مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تكون لباس. قلنا في الموضوع تاع اليوم تاع العبودية في الجزائر، وش هي الأسباب اللي خلات العبودية هذه تحيا؟ وش هي الأسباب اللي خلات هذه العبودية تنتشر؟ يعني صار المواطن الجزائري عبد، لا نقول كل المواطنين، وإنما صارت فيه شرائح من الجزائريين للأسف الشديد. كاين ناس اللي هما راهم يمارسوا في استعباد الناس، يمارسوا فيها عن طريق القوة. تلقى ناس راهم داخل الجيش يمارسوا في هذيك الأمور تاع الاستعباد، وكاين ناس اللي راهم هما يمارسوا في سياسة الاستعباد بالمال وبالجاه. كاين تلقى مثلا واحد راهو مسؤول في إدارة ولا ذيك يمارس في سياسة الاستعباد على بعض الموظفين،
او تلقى واحد من ارباب المال راهو يمارس في سياسه الاستعباد العمال تاعو، وتلقى حتى في الاسره يعني تلقى ناس راهم في الاسره يمارسوا في سياسه الاستعباد على اولادهم الى غير ذلك. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هي النبي صلى الله عليه وسلم، نبدو الحديث تاعنا كون بحب بما اننا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. نعم. يعني تعيس يعني كما نقولوا بالعاميه تماردت عليه. احنا الناس اذا كان الموضوع تاع اليوم لا عنده علاقه مباشره بالشيء اللي صرا البارح في القاعه البيضاويه في يعني كمثال ناخذوها مش غير الان، يعني هذه مساله ماشي جديده. يا هي صح هي ماشي جديده، مروها في 2009 هكذا، مروها في 2014 هكذا، وراها دوك صارت الان تقليد. اسمح لي، كاين امور ثانيه ما نشوفوهاش في كل فوت تاع المير وكل فوت تاع المجالس الوطنيه وكذا وكذا، يصرى نفس الشيء. نعم. مش برك في الرئاسيات. نعم. يعني مير يشري الشعب بالكاسكروطات كما عادي، كاسكروطات ولا 150. نعم. انا خدمت خدمت كون ديتاشي انجينير ديتاشي، وكنا نديروا في السيليل انفورماتيك نديروا لا سيكوريزاسيون تاع لي ريزولتا، نديروا بريباراسيون، نديروا ديرولمون، حتى الديبلومون تاع لي فوت نخرجوا في السيليل انفورماتيك. كنا عندنا نشوفوا واش كاين الشعب واش يدير، كي يدير الشعب ماشي كاع الشعب، واحد الفئه تاع الناس اللي تاثر اللي عندها تاثير، وللاسف هذه الفئه هي الفئه حاشاك الخارجه. سي كيما قال يفوا ابلي لو شابار سون، فئه خارجه، ناس يشراو بكاسكروت تاع كارانتيكا ولا ب 50000 ولا ب 100000، وتلقاه يجري ويطبل علينا. المهم نروحوا للامور اهم، هذه العبوديه يعني اذا كان نحكوا عليها تاريخيا هي دائما موجوده في كاع المجتمعات، في كاع المجتمعات، في كامل المجتمعات كاين هذه العبوديه، مع الظروف هي اللي تخليها اما تبرز اما تبقى مخفيه، ولكن هي دائما موجوده، دائما كاين هذو كيما نقولوا الشياتة، وكاين كذا وكاين كذا، وكاين الناس اللي ترضى عليها على نفوسها بالذل، سواء قبل مجيء الاسلام، بعد مجيء الاسلام، قبل الاستعمار الفرنسي، بعد الاستقلال، دائما كاينين هذ الناس. مثلا نحكوا على الانزال تاع فرنسا في سيدي فرج، كان كاين خونه وكان كاين ناس تستعبد القوي، تبغي علامه يبغي يكونوا هكذا خاضعين للقوي، ما عندهمش اراده، ما عندهمش حاجه تعبر على نفوسهم، ما عندهمش. نحكوا على الخيانات اللي اندارت في الثورات كسمو وكذا، كذلك كان فيها نوع من العبوديه باش ما نروحوش الاخ ابو علام، باش ما نروحوش نسطحوا بعيد، حنا نحوسوا على الانتخابات. لا راني جاي خاطر درك هذا الشيء اللي حنا وصلنا ليه هو نتائج. يا صح، تحت الحاصل حاليا بعد الاستقلال، كما كان واحد السيد تكلم قبيلات ولا نسيت المدينه تاعه، تربينا على واحد العقليه تاع شكون حنا، حنا ليزالجيريا، حنا الجزائريين. ولكن كاين فئه ما بيننا هما الجزائريين وخوتنا وكذا وكذا، صح يقول لك انا كذا وعندي النيف وعندي كذا، كما قبيله انت قلت في هذا المشهور، قلت لها ودي صحاب الصيف راح النيف وبدلوا بقسمها، كاين هذا صح. هذا الشيء الكلام اللي قلته، بصح المشكله مش غير تاع الصيف، كاع الشعب الجزائري بدل النيف بالبنزوله. ايه وفي معسكر اسمع، في معسكر كان السيف نتاع الامير عبد القادر بدلوه بكرع باللومي، وهذه هي هذه هي صح. انت ما غلطتش بيها، والله ما غلطت على بالي، وضحكت عليها كي لقيتها سبحان الله جابها الاسباب اللي قريبه الحاليه من الوقت تاعنا، لان الاسباب لما تكون بعيده وتكون تاريخيه كذا تبقى ينقص التاثير تاعها، ولكن الاسباب القريبه واللي مؤثره بزاف، اولا بعد الانفتاح تاع 88 سوا ديزون انفتاح، ولو ان الشعب ما ثم في ذاك الوقت
ما كانش على جال الحرية وما كانش إلا الناس ركبوا ذيك الموجة وقالوا الحرية وكذا وكذا، وأن الشعب في ذاك الوقت جاع ماشي كاستون كان يحوس على تعددية ولا كذا، وإنما كان يحوس على واش يأكل بولاتر كلير. جات ديك الأزمة تاع الإرهاب وتاع الناس تقتل وكذا وكذا، واحد الناس في السلطة استغلوا الوضع من أجل تمييع توسك، باسكو في ذاك الوقت الشخصية الجزائرية كانت بدأت تبان باللي كاينة الجزائر، المجتمع الجزائري عندها شخصية، الناس اللي تقرأ الاجتماع هذا يعرفوا شنو هي شخصية المجتمع. في ذاك الوقت كانت تبرز باللي الشعب الجزائري بدا يكون في واحد الشخصية، إذا لازم تحطيم تاع هذيك الشخصية. قلع واحد البرنامج تاع تمييع وتاع كذا وتاع فوكاسي توسكي ايتي كونستروي بطريقة جميلة وبطريقة جيدة. بدا البروغرام تاع الكاسما نحكي لك. وكذلك كاين في ذاك الوقت، بدات تتحرك الاعلام، بدا يتحرك الاعلام، الوسيله الاعلاميه بدات تستغل بطريقه غير شريفه باش نوجهوا هذيك الشخصيه اللي بدات تتكون، نوجهوها ونحطموها. نعطيك مثال، احنا الصباح من كنا صغار كنا نوضو على القران، ومن بعد يدير لك نشيد قساما، ومن بعد يدير لك الميكي، بعد تروح تقرا، يدير لك القران كونك مسلم، يدير لك نشيد قساما للجزائر، يدير لك الميكي بور تا ساتيسفاكسيون بيرسونيل، يعني حاجه نبغيها. طفل، اي طفل يبغي الميكي، كي تروح تقرا مورالمون طالع من ناحيه القران، من ناحيه تسمع النشيد تاعك تاع الوطن، تروح متحمس وشفت حاجه تبغيها، ميكي تبغيه ولا كذا ولا كذا. هذه الناس ما تنتبهلاش، ولكن هذا يأثر على الطفل، وهذا الطفل كيكبر راه يولي انا وانت 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 والاخر والاخر. دونك واش رانا نشوفوا؟ رانا نشوفوا الاعلام، نشوفوا غير واحد دار زوج مخايد والامام الفلاني رد عليه، ولا الاخر فلان مات يهضر يروح للجنه ولا يروح للنار. يا ربنا الجنه والنار وكذا وكذا، انت ما تقولوش دوك تحوس على فلان اللي يروح للجنه ولا يروح للنار. كاين هذيك حاجه اخرى، كاين الناس، كاين في المجتمع الجزائري، في اي مجتمع كاين ثلاث فئات. كاين فئه اللي ما عندهاش، عندها حتى انا وراني انايا، كاين هذا الشيء. كاين الناس اللي ما عندهاش علاقه مع كاع، عندها يدخل يخدم ياكل يشرب يولي لداره، يخدم ياكل يشرب يولي لداره، عايشين في ذاك التريونغ. كاين ناس كي سون بور لا سيتياسيون اكطويل، كي سون بور اي كي سون عندهم القابليه باش يديروا اي حاجه، سواء بكاسكرو ولا باطل، ما باطل يقدروا يديروا هذاك الشيء. وكاين ناس كي سون كونتر هذا الشيء. حنا حاليا في الجزائر صحاب الكاسكرو راهم غالبين، نبغوا ولا نكرهوا. قلت لك انا خدمت في بلديات وخدمت في كذا، وعندي صحابي كذلك ديزاجين كانوا يخدموا في بلديات اخرى في الولايات في دوائر، ونتحاكوا بيناتنا، كان بيناتنا الريزو نعرفوا بعضنا. قال لي يهضر واش يهضر كي داير الحاله عندكم، قال والله الشعب عاودي عشرة داير شهر مدين. سي نفس الصوره متكرره في كاع البلديات في كاع. نعم شكرا. الاعلام مش راهم، كاين اخوه اخرين راهم يحتجوا، نحاول نمرهم الكلمه كل مره على مره ندخل واحد. نشوفوك مره واحده اخرى الاخ بوعلى. بارك الله فيك. صح، ربي يبارك فيك، شكرا. نشوفوا ترى الاخ نشوفوا ترى الاخ هذا اللي رمز الاسم نتاعه بسنفور. المهم معذره الاخوه، مره على مره نمرر الكلمه الواحد، نحاولوا ان شاء الله نستفادوا منكم جميعا، نحاولوا نثيروا مع بعض هذا النقاش. المهم حابين نعرف فقط الاسباب. الاخ مرحبا بك، الاسم نتاعكم من راك تكلم فين؟ انا يسموني قيصر من ولايه قسنطينه. مرحبا بك الاخ. انني من الاخر بعد عمي نور الدين ايوا انه ضد العبوديه هذه. بصح واش هي الاسباب نتاعها؟ الاسباب تاعها هما اللي مع بوتغليقه، هما اللي داروها. هما اللي داروها. كيفاش داروها؟
يداروا بيناتهم حبوا يخدموها. انا اللي رايح، انا حارق، انا ايما بقاتش معيشة. وين نرك عاطيها؟ وين؟ اوروبا ولا وين؟ يا والله نروح المالي، يعني ماشي يا اوروبا نروح المالي. يا والله ماني قاعد بالجزائر. ربي يكون معك ان شاء الله. والله هذه كلمتين مبارك اخويا، وربي يكون الخير. وكي تنوض حنا ونوضوها، وكي ترقد حنا ونرقدوها. ربي يكون معك ان شاء الله الاخ الكريم. يا رب لابد لنا اخويا، ربي يسرك. شكرا. نشوفوا ترى الاخ محمد، الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك محمد حسن، راهو عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوفوا هذا عبد الرحيم، ترك نجي لكم الاخوه بالواحده معذره. المهم وي، السلام عليكم اخ نور الدين. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ عبد الرحيم. الحمد لله، الله يبارك فيك. واش قلنا الاخ عبد الرحيم في الموضوع تاع اليوم؟ نطول على الجماعه، انا ما غاديش نطول على الجماعه، غادي نقول لك زوج كلمات. اللي شفته البارح في القاعه البيضاويه، واللي شفته اليوم في الطراشه تاع بوتفليقه، يا الاخ نور الدين انا غادي نحبس هذه البوليتيك، ما نقعدش نتبع في اللي راه صاري في الجزائر. انا نلها في روحي في خدمتي، نلها في داري في مرتي. خير لي الاخ نور الدين، باسكو معيت نفهم فينا الموقف، روحي ما فاهم والو. ايه ربي يكون معك الاخ عبد الرحيم، ولكن كله كان راهو كل واحد يفكر هكذاك، فهمت؟ كون ما كان والو في البلاد، راحت بلاد راحت يا اخ نور الدين، والشعب راح، الشعب راه يحمم ما في خبز حتى هذا مكان. ايوا ولكن شكون لو كان كل واحد يفكر هكذاك، انه تنسحب تنسحب تنسحب، الناس الكل تنسحب. وما هذه هي، هما شوف نقول لك، هذه الانف الجزائريه. علاش قبل ان جبت المثال هذاك نتاع تاع سطيف بكري، كنا لما تقول انت سطيف يقول لك اهل الهمه والنيف، حتى يغنيوا عليها في الاغاني. دوكا لما صارت النيف نتاع سطيف، معذره الاخوه اللي راهم ربما يسمعوا فيها في عائله، ولكن هذه كلمه متداوله والناس تسمع فيها. النيف نتاع سطيف قلبوه بالزوله، قلبوه ثدي، فهمت؟ ولا كي تقول سطيف قال عين الفواره صنم. بكري كانوا يقولوا اهل سطيف اهل الهمه والنيف. شوف كيف راهم قلبوا هذاك النيف السطايفي، كيفاش قلبوه. صار هذا بو شرب يضرب في الشتاء، هذا ذوك اللي راهو دركا في الافلان، هذاك اللي اكبر شيء يضرب في الشتاء الكادر. كون غار قال مثلا راه بوتليقة راهو يمشي ويجري، وقال حضر له، قال مثلا ومشى معاه، يضرب في الشتاء الكادر. ومش غير هو، هذا طرطاق راهو ثاني من سطيف، طرطاق راك تضرب في الشتاء الكادر. طيب يا حضرة الجنرال، يا حضرة الجنرال الشيات، فهمت؟ بكري سطيف نتاع 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 المطروش، فهمت؟ نتاع نتاع الرجال العظام نتاع الشيخ العيفة، فهمت؟ بلاد الرياضة، نشوفوا في هذه الوجوه، فهمت؟ ربي يجيب الخير. وراني خايف مرة لو كان يزيد يترشح بوتفليقة، وكان يزيد يولي رئيس ثاني عهده خامسه، راني خايف على هادو لي جان، كيما لي جان هذا اللي يهضر معاك، يا كاين الوفات منه. عارف عارف، ربي يكون معاهم ان شاء الله، ربي يكون معاهم وصي. هذا مكان الناس راها، انا نشوف فيهم انا في فراسها مساكين، الماكله ماهمش يقدوا ما راهمش يلقوها، راهم يروحوا الجوامع وراهم يطردوهم الجوامع. المهم بارك الله فيك. ايه سطيف نتاع بالعياط، خنا فرصة الناجي. الله يبارك فيك. شوفوا شوفوا ترى الأخ شوفوا المخ أخ هذا مصطفى، مصطفى قاصد. المهم معذرة الإخوة، ساعة ساعة الواحد يقول الكلمة، راهو القلب نتاعو الواحد راهو معمر. شوف انت يا ناس، شوف انت يرحم والديك، انت تشوف صورة في الفيسبوك ربما الانسان ما يدير لهاش اعتبار. شوف صورة نتاع السفير الامريكي يمشي هو والمرأة نتاعو في الصحراء، يتمتع في النخيل وفي الواحات، ويشوف يشوف الوسمو، وتشوف روحك انت الجزائر تشوفها عن طريق الانترنت.
وضع نفسك في المكان تاعي، والديك يموت وما تشوفهمش ما تحضر لهمش. هلو الأخ مصطفى. أخ مصطفى مرحبا. هلو. نعم أنا نسمع فيك الأخ مصطفى، مرحبا. الله يسلمك يا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أزولك فلاون، معك قبيل يا مجايا. يا خويا مرحبا بك. أنا حبيت برك، الله يسلمك خويا، أنا حبيت برك ندير باش فيسي تبالي ان تي بو ان عرب ميم سي شويه باك مشكله. تحدث ندير... تحدث بالفرنسيه اللي عندك مشكله ولا ما كان حتى مشكله، تفضل تكلم براحتك. الله يسلمك يا أستاذ، أنا حبيت برك ندير اون بتيت بارونتيز بور tous les Algériens qui disent non au cinquième mandat. انا حبيت نفهم الفكره هذيك يقولوا نو او سانكيام موندا، ما حبيوش يفوتيو سانكيام موندا، كيفاش الفئه اللي تخرج تقول انا مع سانكيام موندا، انا مع بوتفليقه، عندهم وجوه صحاح يخرجوا ما على بالهم بحتى واحد نورمال، وكاع لي زوتر مالمو كاينين بزاف يقعدوا مور فيسبوك مور تلفزيون ويديروا جورا دي كومونتير و توسا يقولوا بلي ما راناش قابلين بالموندا. يخرج يا خويا يخرج قول كونكوانو لي جون لي خرجوا يقولوا مع بوتفليقه انت اخرج قول لا 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 سوي كونتر سي تو الموند كي فون سوني بور ات بور ات كونتر هادو الفئه. يعني كيفاش هما عندهم وجوههم صحاح؟ يعني تقصد بس سي لا رياليتي استاذ. تقصد الأخ مصطفى هو أنه إذا كان الناس خرجوا هذو الضربين الشتاء وهذو الحاقين الأحذية هذو تسمى لازم الناس اللي راهم يدعيوا الرجولة لازم يخرجوا للشارع ويقولوا كفا. واعطيك صحة يا أستاذ، واعطيك صحة، لو كان ما يخرجوش يا بصحته بوتفليقة يكون العهدة الخامسة العهدة السادسة إيترنالمو. سي سا سي سا لا رياليتي، لازم يقول واحد الحقيقة. حنايا بار اكزومبل ما نهضرش القبايل خرجوا خرجنا معاهم ضربنا وكلش سي كوم سا، ما تقولش زعما واحد اون فالتير دير لو سانكيام موندا هكذا برك بسلميه. نو سي اون ا في بارتو سا، اون ا في تونيزي كاين فئات بور كاين فئات كونت، اون ا في ليجيبت اون ا في في ليبي سي دي بي فوازان سي باي كوم نو، كاينين اللي قابلين وكاينين كونت. انا بار اكزومبل قاعد هكذا قاعد في الشارع يجي واحد بالبوندرو بوتفليقه. اخ مصطفى وي بكريك كنا كي زعما يقول لك والله العظيم ما كيما التوانسه، التوانسه ما يقول ايه وجيت تهضر له على بن علي ما يتكلمش خلاص ما يقولش اح خلاص، ولا المغاربه قال المغاربه على بالك غير تجبد له الملك برك وهو يقول لك جلاله الملك حافظه والله خلاص. درك صاروا يجيبوه فيهم بالكسكروطات من ورقله من تبسه يجيبوه بكسكروط ويجي ويحضر. يا أستاذ يا أستاذ أو فهمتك ياو بالعصا يجيبوه بسكرة وين ما على بالي وين يجيبوه ياو بالعصا كاع الشعب يكونوا هذاك وين دخله هذاك بالعصا الشعب ديرك بالعصا بلا كان يضربو يدخل الدار. كيفاش انت انت راك وزيد هادو هادو اللي يصفقوا البوتفليقه يا غدوة يبكي يبكي ما عنديش الدار ياو كيفاش نعايش. C'est une minorité minable qui représente le peuple algérien. Ou la guerre hachemna, ou la guerre hachemna. Mais tu connais ça, on dit que ça l'a fait. Dans le Qbaïl, est-ce qu'il y a une jama'a qui sort ou qu'il y a un chab d'od. Ou alors, ils ضربهم, ils sont directs, ils sont directs, ils sont directs, ils sont directs, ils sont directs. Un tajari, tu te dis, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, tu ne vas pas me représenter. لا لا ما تريبوز ما تقدرش تريبريزونتيني انايا نو تقول اصحاب جايه اصحاب تيجي اصحاب نو او هكذا هذه هذه هي انترديكسيون سيكيام موندا. ماشي راني قاعد ونهضر شوف لا غير نفوتي سيكيام موندا نفوتي كادر كيفاش سي اونتو بو لو بوبل الجيريان يفوتيو على الكادر يفوتي على الكادر باسكو ما تهضرش راك في الدار ما تخرجش وما دير والو سي نورمال يديها وزيد يديها وزيد يديها نورمال سي كوم سا صافي لونطون وصلت هكذا ومازالت تصرا هكذا. كي يكونوا شعب ما يهضروش راهم في الدار يقولوا برك مور فيسبوك اوني كونتر اوني كونتر مي
واحد في حلمه يخرج يقول نو جو سوي كونتر سي لونيون في لا فور سي كوم سا هكذا تمشي. نعم شكرا للاخ مصطفى. نعم شكرا الله يسلمك خويا ربي يبارك فيك. تحيه للاخوه في بجايه ربي يهنيك. نشوفوا هذا الاخ وصلنا نشوف شوفوا هذا الشيخ المهم الإخوة معذرة راني مرة على مرة نطلع واحد راه كاين قائمة ما شاء الله كل مرة نطلع واحد حاولوا أن تختصروا قدر الإمكان ويكون الواحد لما يعلق في الموضوع يوجد بعض النقاط والله هذيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم ومن راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع. راني نكلم فيكم من ولاية وهران. مرحبا بك. الله يسلمك استاذ. بون اول شيء بغيت نهضر بغيت نقول لكم على الاشكال اللي رانا نهضروا تاع حنا الشعب من هو الشعب شكون هذا الشعب اللي راه رانا نهضروا نحصلوا في بعضياتنا تفهمني استاذ. نحصلوا في بعضياتنا ونقولوا شعب وشعب 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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم خصنا حنا نتفاهموا اذا راهم دايرين واحد المشكل اللي هو القبائل انتم عرب وهذوك تمسانيين وهذوك صحاب الجنوب ومنا ديجا دخلونا في واحد المشكله تاع اعراق. اخ الكريم الموضوع تاعنا هو حول العبوديه في الجزائر ماهوش الموضوع تاعنا العرب والقبائل. انا جو سوي كونتر العوده الخامسه وهذا الرئيس غير شرعي واتى في طريقه غير شرعيه وب 99 هما خادعين في خدعوا فين ديجا غير دروك فيا كنت نشوف الفيديو تاع العبوديه هذه اللي راه موجوده في الجزائر الاسباب تاعها اللي هي انقلاب اللي صرا في 92 هو اللي خلانا وصلنا لهاد المرحله. في الشعب ما صبرش الشعب تاعنا ما صبرش المحنه هذيك تاع العشريه السوداء اللي هما كرياوها. حاولوا انك الاخ حاولوا انك تجبد شويه الميكروفون باش ما يكونش تشويش بزاف في الميكروفون. واه واه استاذ واه استاذ هما اللي وقعونا في هذا الاشكال. نعم سي احنا 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 كاين انتخاب الوحيد اللي صرا في البلاد هذه اللي كان نيشان هو الانقلاب على الفيس. نعم سمعتني استاذ هذه الناس ما بغاش تفهمها باللي هما اللي داروا الارهاب وما قاعدوا يخوفوا فينا بالارهاب. هالارهاب استأصلوا جبهة إسلامية الإنقاذ ورانا دروك راهم يعبدوا فينا والناس اللي ما خلاتش بوتفليقة يحكم مومورا الرئيس بومدين بغض النظر لما له ولا وعليه هما اللي هذوك الناس كان عندهم الصح كيما خلاو بوتفليقة يحكم في ذاك الوقت. الور جا في هاد 99 وقبلوه وهذيك هي السياسه تاع الدلاع طبع الدلاعه الخطاب تاع الشهير اللي قال لك طبع الدلاعه وندوقوها الى مليحه كاع ناكلو ولا مشي مليحه ايوا رانا متسامحين. وشكرا الاستاذ على الاطاله وسمح. نعم شكرا شكرا الاخ الكريم نتاع وهران. نشوفوا الأخ هاي والمرة هذه طلعت يبدو هو أنه كان عندك أصبر شوية الأخ ياسر رغم كاين إخوة آخرين كاين مر كل مرة نحاول هو أنه ندخل الإخوة خاصة الجدد هذو. السلام عليكم يا الأخ نور الدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخ ذكرني بالاسم نتاعك. محمد. أخ محمد يا أخي راكم لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. والله يسلمك. والله البارح خرب الطردق قلبي يا نور الدين حبيت نهضر بصح ما خليتوناش كاع. والله ما خليتونا كاع. لا هو البارح كان عندك مشكل ما كان عندك مشكل هاك اليوم هاك قدرت تطلع. البارح كان عندك بلوكاج ممكن بالك ما كاينه بوطون بالك راك غلقتها والله هذه وكنت حاس بكم. والله شوف حاس بلي انا البارح والله نقول باللي انا في اي لحظه يقدر الواحد يموت سكته قلبيه من اقسم بالله بريمير مو على هذه العبوديه اللي تهضر عليها. والله يرحمه حسين ايد احمد قال ان بروفيرب كي سورا
reste à l'éternité. قال اون ليبري لا ناسيون مي اون با ليبري لو بوبل، معناتها حررنا الوطن بصح ما حررناش العقول، معناتها العقول الناس مازال ما تفرقش بين حقها الشرعي و يشريوها الناس ما فهمناش والله مهزلة. كنت نتبع هذاك الاخر واسمها تاع 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 القاع البيضاويه هذيك، والله كارثه كبرى. قبل ما يجيو وكي جاو والله العلي العظيم ما فيها لا روح وطنيه، الاعلام تاع الجزائر يعفسوا عليه الناس، تسمى ما بقاش ما الناس جات لتمك ما على بالهمش كاع، راحوا للجهه تاع الشرق والغرب، عمروا الناس، ايا تجيو نروحوا الحفله، ايا تروحوا الحفله تعشوا وتاكلوا باطل وكذا، لي بروميس في الفارغ، الناس طلعت الكيران ما على بالهمش. بصح سا بروف بليك الشعب مازالوا ما يعرفش واش راهو صاري في البلاد. والله والله نتاسف 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 على الحاله اللي وصلت ليها البلاد تاعنا، والله مهزله، والله كارثه، والله أنا نعم. شوف كاين واحد من الاخوه راهو يحتج، قال لك اذا كان تسمى انتم تقولوا باللي تسمى شغل راكم ضد هذا العبوديه وكذا، ولكن في نفس الوقت انت راك ماكش تبان ماكش تظهر بالوجه نتاعك، قال لك هذ الناس هما راهم استغلوا نقطه الضعف نتاعنا، تسمى نتاع انه الناس تخاف، وبالتالي هما راهم يمارسوا في هذه العبوديه والاستعباد على الناس. يا ودي يا ودي، انا 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 قضيه احنا القبائل اولتها واخرتها، من بكري كنا ضد النظام هذا، تسمع يعني ما يحصرني لا نوري وجهي، عندي اعراض شخصيه على ما نوريش وجهي، راني داخل داري ما نحبش نوري وجهي، هذه خصوصيه تاعي هكذا. بصح المشكله في الفيسبوك، كما قال هذاك السيد من قبل من بجايه، الناس قاعده تتعارض، الناس كاع ما يقولوا ما مارناش مع الولد الخامس هذه. بصح انا حرت داروا الحفله في الجزائر، ما كاش واحد الجروا جلت بلاصه هذيك، وين كانوا لي زالجروا ولا لي ولايه اللي كانوا مقرب، وعلى ما راحوش يكسروا تما كيقولوا لهم لا ما نقبلوهاش، هذه مهزله، هذه اللي تخيض الشعب نورمالمون يخرج كرهنا منكم، كرهنا منكم، كرهنا. كانوا قادرين الناس يحتجوا ثم يخرجوا يديروا وش اسمهم، يديروا مظاهرات، تقدر تخرج الناس تتظاهر بطريقه سلميه وكل واحد يا الاخ نور الدين لو ميم جور راحوا لبجايه داروا سيسيه وباش يديروها في بجايه ضربوهم حوزوهم من تماك، وعلى فما في لي ولاي واحد اخر ما يديروش هكذاك، لا بوركوا سي لا كاستيو كو جون بوز، بوركوا اي فوز با سا، علاه كي لي زومبيش تروح تشوف حقك راح، تشوف الجزائر راحت، تشوف كلش راح، العصابه هذه نتكلموا عليها كيفك، جيب لي كادر، هذا الناس يضربوا على كادر، وين وصل النيفو هذا، وين راهم الشعب هذا يضربوا على كادر، والله ما بالك هو راه ميت باسكو اللي كان يطبع في الكرسي تاعو، هذاك اللي يطبع في الكرسي تاع بوتفليقه كان حاضر ثماك هكذا، ما بالك خو راهو في فرنسا يداوى على الكونسير، سما الناس المهزله هذه والله ما فهمناها. والله على كل حال بكري كانوا يعبدوا الاصنام دوك ولاو يعبدوا لي كادر، هذه وزعما في بلاد المسلمين هذه اللي ما فهمناهاش والله. كادر يخدموهم بعد يعبدوه، هذه ولا ما فهمناها كاع، يروحوا والله العلي العظيم مهزله. وراهم المثقفين الجزائريين، وراه ديما راك تهضر على حمروش، وراهم وعلى ما يعملوش حزب واحد، يروحوا ينوضوا هذا الغديري ولا حمروش ولا ما على باليش انا هذاك بوشاوشي تاع الافافاس وكذا، نوضوا ديروا اجتماع في الجزائر، حركوا الامه يا الله، حركوها
حركوها يلا. انا السلام عليكم يا نور الدين. والله عقل برك راح يطرطق. وعليكم السلام. بالعقل برك الاخ محمد. بالعقل برك. بالعقل برك. السلام عليكم. والله يغدر الحال يا نور الدين. اقسم بالله مهزله. والله مهزله كبيره. ربي يكون معك ان شاء الله الاخ محمد. الله يسلمك. شكرا الاخ محمد. نشوف ترى هذا الاخ جيلالي. المهم الاخوه اعذروني اللي قدامي نطلعوا مره على مره نطلع واحد. الاخ جيلالي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من راك تكلم فينا الاخ جيلالي؟ للاسف الشديد خرج هذا الاخ جيلالي. شوفوا ترى هذا ياسر. لا اله الا الله. لا نتمنى ذلك. الاخ عبد الخالق. اخ ياسر. السلام عليكم نور الدين. وعليكم السلام. بارك الله فيك. كما على بالك شيخ نور الدين، انا من مدينة سطيف. انا سمعتك تحضر قبيل. اخويا انا شوف اسمع. صح كاينه كاينه. انا بكري اسمع. لا 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 باش نفهمك برك. انا بكري انا من مدينة نتاع برج الغدير. كي خلقنا حنا كي حلينا حنا عينينا كانوا كاتبين لنا في الوثائق نتاعنا ولاية سطيف. تسمى انا راني سطيف. ما تقوليش باللي كاينه صح. وسفري صح كما اللي كنت تحكي عليه الخبيث هذاك تاع طرطاق. وكاين ما كانش غير طرطاق، كاين ثاني الاخر تاع كنزات توفيق او من كنزات ثاني. ايه كامل سطيف معروف بالنيف. هكذا كي تقول سطيف سطيف تسمى المرادف نتاع النيف. هذه الشيء اللي احنا كبرنا عليه والشيء اللي نعرفه. كي تقول سطيف مركي معاها في المقابل النيف. هذه هي صح. هذوك انت هي صارت سطيف يعرفوها بعين الفواره. فهمت سطيف يعرفوها بعين الفواره. قلب عليها الدنيا هذاك واسمو عز الدين ميهوبي هذاك. ومن بعد الله عز الدين ميهوبي تمشي انت. عز الدين ميهوبي هذاك يا اخي نور الدين والله العظيم. حمراوي حبيب شوقي. حمراوي حبيب شوقي هو يدير اختو سهام هذيك. خط ابي يضرك. ها هذاك اللي ولا ولات طالعه به. عز الدين ميهوبي هذا كان جاري او كان الحي هذاك راك تعرفه بالك. حي 750 لوجمون في بيلير. هذا كان ساكن جاري. ها في 750 كان جاري. هذيك اختو سهام كانت تقعد معايا في طاوله واحده طاولة واحدة وطلعت به ولا إنسان وشخصية الله يسهل عليه. وش دار؟ إلا دار حاجة مليحة هاي ليه. إلا دار حاجة مش مليحة هاي ليه. الحاصل أنا حبيت نحكي لك أخوي نور الدين على الصالة هذيك اللي كانت فيها العبودية جوستومون في الموضوع تاعك تاع العبودية. هذه عبودية كيما هذه خارجة من الجوامع. تلقى ما كانش إمام واحد في جامع اللي يهدر اللي يهدر مع لبليش يهدر في الحق. اهدر كونتر البوفوار هذا اهدر على حاجة تحق. شوف نعطيك مثال واحد بركة كي نهدروا على سطيف وسقسي عليها مليحة. سقسي عليها مليحة في سطيف كي تروح للبلاد سقسي عليها مليحة. عندي واحد من العائلة نتاعي كان ثم في سطيف كان هو الامام اللي يصلي في الجامع نتاع السنترفيل هذا بن باديس. شيخ طار بن باديس ولا العتيق. العتيق. العتيق وي هات اللي كان هو كان هو الامام تاعو. توفى في بدايه الثمانينات. توفى بالك جوي 82 83 كان هو الامام ثم. الله يرحم. بعث له الوالي. بعث له الوالي باش يروح. مانيش عارف في مناسبه هكذا ما راحش. وهذه دوك هذا المثل هذا هم ينسبوه يجبدوه هكذا ولكن ما يذكرش الاسم تاعو. سقسي الناس الكبار يقولوك عليه. باراحش بعث له المرة الثانية ما راحش. راح ليه الولي راح ليه. قال له انت واش
واش راك تحسب في روحك هذا؟ تسمى بعث لك هنا الوالي يبعث لك ما يجيش. قال له وعلاه تقلقت؟ قال له انا هني كل يوم نعيط لك 5 مرات ما تجيش كل يوم. قال له انت غير مره واحده برك عيط لي. قال له قالوا انا كل يوم 5 مرات قالوا نعيط لك بصح ما تجيش. تسمى معناته باللي كل يوم ياذن اذن 5 مرات في المسجد ما تجيش تصلي الجامع ما تجيش ليه وانت غير بعث لي استدعاء واحد واسمه. هذه جبدناها على واش؟ جبدناها على هذه مساله نتاع النيف. فهمت؟ صح. كون دوك انت يروح يسحب عيط له يروح يسحب يروح يروح يرومبي. تشوف انت كيفاش راهو وزير شؤون دينيه. فهمت؟ شوف كيفاش راه يرومبي وزير. صح صح. وغيره شوف فيهم انت يلعقوا هكذاك تشوف فيه مع بكشي تاطا داير الدخان كلهم وزراء. شوف فيهم تشوف هذاك اللي راهو يخدم مع بوتفليقه هذاك هاو البارح حضر مانيش عارف واش يخدم في الديوان تاعو هاو دائما معاه تاع البروتوكول هذاك والله اسمه شوين الشيات الطويل هذاك واحد واحد الاخر واحد ماشي 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 واحد اخر ويخدم معاه ثم والله تشوف انت عبيد عبيد كاش كاش هذا هما صح كلهم عبيد اللي كانوا ثم كلهم عبيد كلهم عبيد وشفنا شاب مامي هذاك وشفنا شفنا يعني كان عرس عرس كبير داروا فيها عرس كبير داروا زردة كما نقولوا احنا داروا زردة بذاك بن يونس بن يونس وناس اخرين يعني فهمت ناس اخرين كانوا بالجزائر الحصول الحصول راح نقول لك انا كلمه انا ما نضركش من وراء الكاميرا انا نقولها توال ربي وعبادو شوف لو كان جيت في اللحظه هذيك في القاعه البيضاويه هذيك الناس اللي كانوا حاضرين ثم والشياتين تاع بوتفليقه اللي حاكمين الكادر هذوك اقسم لك بالله نور الدين ندير لهم بومبا كيما ديروها في الايروبور تاع هواري بومدين غير نقفع الدنيا كامله اقسم لا بالله لا غير نطردك الدنيا كامله مش الفرصه شوف هما هذه المسائل هما اللي نو هذه نقولها تور انا ما ندركش ما ندركش لا 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 حتى شوف اسمح لي ماشي قضيه هكذا هذا الناس هذو هما راهم يحوسوا على هذه المسائل لانها تخدمهم فهمت قل لي لو كان جيت ثم نبصق عليهم فهمت ندفل عليهم هذه ممكن هذه ابسط يعني هذه ابسط حاجه يستاهلوا اكثر الواحد يبصق عليهم يستاهلوا اكثر عليهم هذو وجوه البخس هذو وجوه الرخص هذو يستاهلوا بصح باش الواحد يولي انسان يقتل ارواح ولا ذيك لا لا ماشي هذا الناس هذو اللي حضرت ترجع منهم الناس الشهداء هذو بسقة بسقة الناس هذو قال أسمع قال كيما الفيلم هذاك جاي يقتل الحركي هذاك قال له ما توسخش روحك ما توسخش يدك به فهمت خلي كلب يموت كلب قال له ما توسخش روحك به حنا دوك راه واش اللي غايضنا غايثنا الجزائر لأنه هذه الروح الجزائر والزوالي الرجال الزوالي الروح اللي الجزائر والزوالي مسكين انا عندي نسيبي عندي نسيبي قتلوه في خول المرأة قتلوه في وقت فرنسا فهمت في وقت فرنسا كان هو من حافظه نتاع القران والله ذيك رمالو القوري هذاك رمالو البونطه كما يقولوا هنا نتاع الدخان رمالو في الارض وقال له هزها قال له ما نهزش قال له هزها قال له ما نهزش وما توقف هذه نتاع قال له مو توقف ما توقف باش يهز راسه تذوك بكاسكروت ناس متع البلاد من اجل تحرير البلاد كاسكروت واش من كاسكروت كاشير هذولو كان اسمع هذو شكون توقع لو كان دوله هذولو كانوا قيل الدوله ماشي كولا من فرنسا ودولهم مالا كون نجيب لك بطاطا تاع فيريرو روشي مالا كون خليط غير كاشير تاع بلاط كاشير بلاط ورحت مخلوع والدنيا واحد المرأة هذه قالت لهم نشوف شفت لا فيديو تاع واحد المرأة هذه قالت له جابونا العرس تاع البلاد وما على بالناش قالت له بصح انا السكنه جيت على جال السكنه من 2009 ما عطاونيش تي تاع سي تي في لي ديمينوف ما عطاوكش وجاي مع الرساله نيس مازالت نيه
يزمزل ربي يكون خير الأخ ياسر رحمة ربي يجيب الخير بارك الله فيك خويا النردي ربي يهنيك السلام عليكم الأخ ياسر ما تقلقش بزاف لا والله نشوفوا الأخ هذا اللي يرمز للاسم نتاعو قرطبة معذير الإخوة مرة على مرة نطلع واحد نحاول أكبر نطلع أكبر عدد ممكن من الناس المهم امسكوا الأعصاب تاعكم حاولوا هو أن تلقموهم بالحجة وبالدليل ما تعطيو لهمش الفرص باش هما يستعملوها قال هذ الناس راهم يحوسوا على الفوضى وهم يحوسوا على الثورة وهم يحوسوا على كذا حاولوا هو أن تلقموهم الاخراني طلعتك اللي ترمز الاسم نتاعك بقرطبة اتمنى هو انه ساعات يكون الخط مش مليح للاسف الشديد راني طلعتك يبدو هو انه عندك مشكله في الخط شوفوا هذا الأخ أسامة أصبر الأخ محمد أصبر شوية هذوك يطلع الأخ أسامة المهم الإخوة اللي تحبوا تدخلوا وجدوا بعض الكلمات هكذا واحد يعني على الأقل يكون في راسه موجد بعض الكلمات هكذا باش لما يدخل يثري النقاش يا الله يا كريم اصبر الاخ راهو كاين الاخ راهو راه يطلع انا نصبروا نستناو فيه الاخ اسامه يبدو هو انه راهو الخط نتاعو ضعيف الأخ أسامة راني طلعتك أخ أسامة للأسف الشديد يبدو هو أن الخط نتاعك ضعيف الأخ أسامة طلعوا هذا شوفوا ترى الأخ محمد أسامة الأخ أسامة بن محمد راني طلعتك ويبدو هو أن الخط نتاعك ماهوش مليح ماهوش أخ محمد مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أكسمع فيها مليح نعم تفضل الموضوع راهو على العبوديه مع هذه الانتخابات استاذ معليش حبيت نحلبك قوس علاش الاسباب العبوديه راهي عندها تاريخ شويه ما نطولش في هذاك القوس لا لا في الجزائر التاريخ هذا في الجزائر لا في الجزائر لا لا في الجزائر لا في الجزائر في الجزائر تفضل لا في الجزائر هذه العبوديه الاصل تاعها كيف بدات في نهار كي جنرال دوغول قال لك نخلي الجزائر وبصح نترك ولادها العقلية هذه بدات نهار كي بداو يكونوا في الحركة في الحركة الجزائرية كانت واحد المنطقة في البيض وضواحيها بالعباس كانوا تماك اللي ركزوا بزاف على الحركة يروحوا هذوك المداشر يروحوا القرى هذوك الناس اللي ما يقراوش اللي ما يعرفوش انا كاين ناس شغل خلاص ما على بالهمش كاع واش صاري في البلاد راحوا تماك ومن بعد كي دينا الاستقلال قعدت هذيك العقلية كيما خلاو نزار باش يكملوا هذيك السياسة والثقافة تاع الحركة كمل بها كيما بومدين جابونا شادلي هو تما اللي زاد اسس هذه الثقافه شادلي جابوه نزار جابو كيما حنا نقولوا العلبه السوداء ومن بعد ولاو السياسه هذيك تاع حنا في الجزائر يا اخي تفتحت نهار كي جا شادي ولا نعيش كي الاوروبيين بدات الثقافه تمشي ودوكا باش ما ندخلوش في شادلي ما مارس العبوديه لا لا شايخ. ما مارس العبوديه لا لا اسمح لي استاذ لا لا شادلي صح استاذ شادلي ما كانش عنده الحريه ما كانش قال زعما رئيس يتحكم في هذاك الاوضاع كان هذوك اللي موراه نزار وهذيك الجماعه هما اللي داروا له طريق وزادوا داروا له طريق باش يدي 3-4 موندا زادوا داروا له طريق كي حبوا يدوروا عليه راحوا ليه حتى تماك نزار هو هدرها او نزار هدرها ومن بعد يكملوا بهذه العقليه وحتى الان دوكا كيف ولات ولاو دوكا بروفيسيونال ولاو يستعملوا الزوايا ويستعملوا العسكر وهادو هاد الزوج العسكر
كيما نعطيو مثال، تروح زعما نقولوا قاعده عسكريه في بوليده، منا كاين صحاب الوالي البلديه يتفاهموا كاع، وكاين زوايا يروحوا هذوك القرى. انا شفناهم كيما من داك يديروا شاكي بخليل وهذوك، هذه العقليه تاعهم. يروحوا الزوايا ويبداو هذوك الناس اللي ما يعرفوش، بوتفليقه دارها ودا بوتفليقه، ويعطونهم شويه دراهم من هناك يسكتوهم. وحتى ولات كي تشوفهم لي ما كاع قالوا لك ما كاش كاع لي زاجيرو، ما كاش صحاب العاصمه، هكذا يديروا، يروحوا الزوايا، يروحوا منا الكرنفال في تشرى. هذاك مثال، هذاك مثال باش واش راهو صاريف في هذوك تشاري، يجيبوهم منا ويبداو يفتوا عليهم، قال لهم يا ودي بوتفليقه هما في الزوايا، او منا او منا. وهذه وقتها بدات هذه الحمله، بدات نهار كيتلاقاو مع بالخادم وهذوك وسلال، قبل ما هما كانوا على بالهم بلي حيرشحوه، او دوك هما داروا له عبوديه، ام زادوا شغل بوساوه باش يرشح روح، ما هضرش كاع ني خوه ني والو، خوه مريض هو مريض، ام داروا له عبوديه وثانيك زادوا رماوه، قال لك يا بوتفليقه. هادو ما كاع بالخادم تجتمعوا كاع، هذا بالخادم معروف بالزوايا تاعو وهذوك الصوفيين والحكايه، كل 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 جبهه متكونه. نهار كي ندعلو 30 الف في الصاله هذيك، وتشوفهم بعيد ضربوا على الكاشير، انا هذيك انا هذوك ما نلومهمش، هذاك كان مداشر في الجزائر ما يعرفوني تليفون استاذ، ما يعرف والو، وكاينين تخرج على المدن الكبرى معمره، هذوك خلاوهم هكذاك في وقت الفوت يستعملوهم. علاش حنا يقولك 30% الفوتي والباقي واحد ما يفوتي؟ حنا دوكا في العاصمه مدن كبرى عطاونا الثقافه تاع الاوروبيين، هم جابوا زادو دوكا جابوا لنا بن غبريط وجابوا لنا هادي، وكيما هضرت على سطيف وعلى المدن، او في قسنطينه يتمسخروا يديروا بنو باديس، داروا في نص طريق ويديروا له شبان قارو، حبوا ينحونا الثقافه. هذه من زمان الحركه دخلوها هنا في السياسه ودخلوها هنا في الثقافه في كلش. ولاد الصلاه يقولك الصلاه ما كاش، خلاص لحقوا لنا هذه الثقافه، خلاص داروها دوكا، ولاو يستعملوا في الشعب. العسكر انا ليا العسكر والزوايا استاذ، هما اللي راهم دايرين هذه العبوديه بزاف، سورتو الزوايا والمساجد. راك تعرف الائمه كاع الخطبه تاعهم تجي من وزاره، قولها واش تقولها، دوك اللي يهضر يسكتوه، هضروا على بن غبريط كاين اللي راحوا لهم، وكاين اللي لا عطاو له هذا، قالوا ما تهضرني على هذا ني والو، هاوليك ويدخل لك الفخامه هو اللي دار لنا، يقول لك كاين ربي بعد كاين بوتفليقه. لحقوا للاسف، انا هادو هما الاسباب الكبرى، عندك الزوايا والعسكر، سورتو العسكر عندهم مع الولايات ورئيس البلديه، هادو ما يتفاهموا، يروحوا لتماك ما تسينيش ركاز، ما تسينيش النكاز، ما تسينيش الغديري، هادوك متفاهمين، هاو تلمسان شبعوه ضرب اليوم، شبعوه ضرب، هادو ما كاع متفاهمين. الحمله هذه بدات وجدوها غير داروا اندلاق على مايا، خلاص ابدا امني ما تشوف مامي وتشوف هذاك علاقه بالاسمو الجماعه تاع نكاز، لا لا نكاز، لا مانيش ندخلوا نكاز، جات تماك في تلمسان، هي كيما يقولوا القاعده تاع بوتفليقه، لا 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 وصحاب، هو قال، لا هو قال هذاك كتب هو يقول لا راهو شوف كانوا جماعه تما في مدينه تاع تلمسان اللي مولوا تعليقات راهو عندك مشكله في الخط تاعك، ونشوشوا على الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا. كان واسمه رشيد نكاز، كانوا مجموعه تما من تاع تلمسان حتى نحتوني، ربما لا راه واحد من الاخوه اللي كانوا معه كان ثم، ولموا له توقيعات في مدينة تاع تلمسان، حتى علاقة لا بالسياسة ولا بالقال مليونير ولا ذيك. من بعد دوكا هو لما راح لثم لتلمسان ما ظلوا هذا مكان، ربما كاينين ناس آخرين خرجوا على جال باش ما يخليهمش يمشيوا معاه، هذا مكان ما إلى قضية تاع بوتفليقة ولا هم يحزنون، فهمت؟ بوتفليقة ما على بالوش، بالعكس بوتفليقة راهو المجلس الدستوري في يده، الجماعة اللي راهم في بوتفليقة المجلس الدستوري في يدهم، وزارة الداخلية راها في يدهم، وزارة المجاهدين راها في يدهم، وسائل الإعلام راها تحت يديهم، البنوك راها تحت يديهم، والعلاقات الدولية راها عندهم علاقات، الجيش راهو كيف قادرين، هما راهم مخليينو يوسمو راهو يسرك. بالعكس هذو الناس اللي ناضولوا من المجموعه اللي كانوا معاه في المره الاولى في 2014، لما شافوه باللي لعب بهم، شافوه باللي كذب عليهم، كاين حتى الناس اللي وعدهم حتى بالدراهم وكذا، من بعد هما دوكا راحوا حبوا باش ينتقموا منه، هذا ما كان لي بليس ني مو، ما عنده حتى علاقه بوتفليقه.
شوفوا ترى هذا الأخ يا الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخ أبو بكر. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يهنيك أستاذ. أنا بداول الحديث كاين مثل يقول لك لو رأى لو كانت الحرية مطرا لرأيت العبيد العبيد يحملون المظلات. صحيح. وحنا رانا فيها. المهم طائفة من الجزائريين، مش كل الجزائريين، ما نقولوش وما نعموش، النظام هذا راه يستمد من الناس هذو اللي يتبعوا فيه كيما نقولوا حنايا شرا السلم الاجتماعي والله رشا بعد الناس، والناس هذو دخلوا في الظلمات وزاد ما يعني يدير في الوعود وعود الناس يعني ما قدروش. نقولوا طائفة من الجزائريين أصابهم الجهل، الجهل يعني من السبب الأول هو الجهل. كاين طائفة أخرى يعني من الشعب راهي جهلة مساكن، يعني واحد يطمعوه بسكنة، واحد يطمعوه بفترة رمضان عكس عرف. يعني هذه طائفة كبيرة ثانية، وهذو هم الناس اللي راحين راهم الآن محتلين المشهد السياسي في الجزائر على كل. وهذو هما اللي يستمد هذا النظام لا شرعي بالنسبة لي، يستمد القوة تاعو منه. وأنا اللي نغلط نغلط الشعب، الشعب هذا لازم يفيق ويفيق ويفيق خاطر كون نزيد. الأخ بكر ذكرني منين كلمتنا المرة اللي فاتت؟ من القسنطينة. من القسنطينة. فهمتني أستاذ؟ الأسباب أنت وين يعني... تشوف فيها أنت الأسباب اللي هي خلات هذه العبودية هذه تنتعش وتنتشر؟ أولي قلت لك أستاذ شراء كما يقولوا هما شراء السلم الاجتماعي. مثلا نعطيك السكنة أو هذيك، والناس راهي ما على بالهاش باللي هذا النظام راهو يستمد القوة تاعو من الريع من الأموال. واحد يقول له هو فوت برك ودير نعطيوك السكنة. واحد ما تشوفش من أنه هذه المأساة اللي مرت بها الجزائر، يعني هذا الدماء وهذا المجازر اللي مرت بها والخوف والرعب لك هو اللي زاد، هو ساهم بشكل كبير في أنه الناس صارت هو أنه واحد يعيط له بوليس يسفر له خلاص تروح الروح نتاعو. لا مش ما ندخلوهاش في الجانب الامني والله الجانب حلية. يعني هذا كيكون النضج السياسي. ومنين تجي منين تجي العبود؟ من الجهل، تجي من الجهل، تجي من الاستبداد، تجي من الفقر. هذه تجي من الجهل استاذ. العبوديه الجهل تذوق مثلا هذو الناس اللي كانوا هم في وقت من الاوقات كانوا يمارسوا في سياسه الرق هذيك، كانوا هو انه يشريوا الناس يتباعوا تباعوا واحد من الفقر، فقر ما عندوش. دوكا الناس راها بطريقه واحده اخرى، قال دوك مثلا تلقى واحد يستعمل فام دو ميناج راها بطريقه واحده اخرى، تسمى ولات بشكل كيما يقولوا سيفيليزي. فهمت؟ يجيب واحد يخدم له يخدم له ثم ويعطي له حق الوسم نتاعو. كانوا بكري يقولوا خماس حق واش ياكل. فهمت؟ دوك الان راها ولات بطريقه واحده اخرى، قال فام دو ميناج اذا نهار كامل هو يحيرط عليها ثم الى غير ذلك. فهمت؟ راها دوك تطورت ولات عندها واسمو اسماء واحده اخرى. هادو يستعملوا في اموال الشعب من اجل شراء الدماء. وهادو الناس سموا الناس سما كما نقولوها عندها خلفيه تاريخيه المشاكل الامنيه اللي تاع الارهاب هذاك العشر سنين سنوات الجمر. يعني الناس خايفه يقول لك كون نزيدوا نعملوا تتخلط وهي انا نعيب الناس اللي راهي النخبه. دائما نقول لك يا استاذ النخبه الجزائريه راهي تابعه للخارج، راهي تابعه للخارج، ما حابينش نديروا نخبه جزائريه 100%. يعني التفكير تاعنا داخل فيه التقاليد تاعنا كل شيء. فهمني يا استاذ هذا هو المشكل الكبير.
مشكل كبير 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 بزاف. يعني ما لقيناش الشعب هذا ما لقاش وين مثلا منفذ خلاف. منفذ خلاف يعني واحد يقنعه بطريقه او اخرى. ولكن يعني النخبه الجزائريه بكل منقسمه يعني عده ايديولوجيات سياسيه تابعه للخارج يعني مستورده ماهيش حتى جزائريه محضه. وش راح نقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. راح تكون 5 سنين يعني يكون نزيد نعيش 5 سنين هذو اللي جايين. لا اعتقد شوف نقول يعني لك الجزائر والله هذا. شوف في اي لحظه توقع في اي لحظه هاني نقولها لك الكلام تاعي راه مسجل. توقع في اي لحظه انفجار. في اي لحظه توقع الانفجار يحدث. انا ما احبش الانفجار العنف. هم اللي راهم وصلوا هم اللي راهم يدفعوا الناس هم اللي راهم يدفعوا في الناس ليه يعني يدفع. الانسان شوف يدفعوا الانسان دوك انت قال مثلا في وقت من الاوقات تاع دوك مثلا علاش كانوا يخوفوا في الناس بالفيس قال بلي هاد الناس راهم رايحين يحكموا السلطه وما زيدوش يطلقوها انت واش راك دير دوك الان انت دوك لما تقول للناس دركا بلي تداول السلمي على السلطه راك دير تف تداول على السلطه هذا شوف حذر ل حذر الوش اسمه دوغول حذر البومبيدو حذر جيسكار ديستان حذر شيراك حذر فرانسوا ميتيرون حذر ساركوزي وحذر فرانسوا هولاند وحذر ماكرون ومانيش عارف بالك لا عاود يزيد يلحق واحد اخر وين راك رايح يا صاحبي انت دوك عندك برنامج استاذ برنامج يا والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مكلف برساله سماويه وراه قعد مرحله فيها فهمت استاذ راه نسالك سؤال راه جاوا ناس من بعده راه الان راه مازالت الرساله راه مازالها تمشي الى اليوم انت دوك عندك برنامج عندك برنامج استاذ رغم انك لست منتخب اصبرني برك عندك برنامج لست منتخب من طرف الشعب بدليل هو انه انسحاب 6 مرشحين فهمت لا المدعو جلالي تحب تروح تمارس الشتاء روح مارسها في الصفحات نتاعكم فهمت هذه الصفحه تاع الاحرار يسموها تحب تروح تمارس الشتاء راكم تعرفوا الصفحات نتاعكم انت دوك هذا الشخص هذا راهو درك هو غير منتخب بدليل انسحاب 6 مرشحين عندك انت برنامج فرضا انت دوك راك لقيت الساحه راهو فتح لك الابواب زروال فهمت لانه زروال للاسف الشديد لو كان جا في حل تاع صح لو كان نظم انتخابات وما خلاش الجزائر تروح خلى له الباب درك هو قال مثلا سيدي عنده مشروع فرضا عندك انت مشروع 5 سنين الاولى ما كفاتكش 5 سنين الثانيه تا لو كان جيت انت تؤمن بالتداول على السلطه ماشي تروح تعدل الدستور بعد ما كان مقيد بعهدتين تروح تفتحه زد دير الثالثه وزد دير الرابعه ومن بعد زد تعاود تعدل الدستور ومن بعد تعاود الخامسه والشعب اللي هوس عليك وراه الشعب هذا اللي هوس عليك وين راه استاذ استاذ نخليونا ارواحنا الحياديين انا نسالك سؤال من بين المترشحين هادو شكون اللي يقنعك البرنامج تاعك في ناس معنويه ما مش كان حتى واحد انا راه مقنعني هادو راهم كلهم يصبوا في مصب واحد نتاع بوتفليقه يعني انت كي تعود استاذ متعلم مثقف وما قنعك حتى واحد ها. مستوى تاعكم الحمد لله مستوى شويه طالع اكاديميك مو وتعرف تفكر وتعرف تقيم وتعرف يقنع الشعب البسيط شكون اللي راه يقنعوها فيهم هذا الشعب كاين اللي راهو درك هو ما على بالوش اصلا بالانتخابات راه يشوف هو باللي يقول لك المواطن هذا البسيط المواطن البسيط هذا اللي راهو يشوف يقول لك باللي انا راهم داروه ومفوتينه تسمى انا نروح ولا ما نروح
ما عنده حتى معنى. خلينا وش هو الفرق بين العبودية وبين الإرادة؟ شو هو الفرق؟ الفرق هو أنك أنت إنسان العبد هذا لا يمتلك الإرادة، هذا هو العبد ما يمتلك لا يمتلك الإرادة، الإرادة نتاعو راه عند السيد نتاعو، بينما السيد بينما اسمه اللي يمتلك هو الإرادة نتاعو، هو يقرر أنت لوغ مثلا المرأة قال مثلا راه رايح يزوجها باباها بدون الإرادة نتاعها، هذا شعب انت تقرر في مكانه، شعب شي واحد والله زوج ولا ثلاثة، شعب تقرر في مكانه وتمشي. هام كان في وقت من الأوقات لما احنا كنا نحكيه على هذه قضية نتاع المؤتمر ولازم الناس تلتقي من أجل النهضة بالبلاد ومن ذوك هام الله، وقال لك هاو بوتفليقة راه وراه يدير لكم ندوة، وراني قلت أنا راني كتبتها نوار سير بلون في السيناريوهات المحتمله نتاع الانتخابات، ديجا راهم دوك راهم قطعوا في المخطط الاول راهم مشاو فيه، وراهم دوك في المخطط الثاني هو انهم داروها اكسبري نتاع قال بعد الانتخابات راهم رايحين يديروا ندوه وطنيه شامله، وراهم رايحين يناقشوا بعض المواضيع الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه كلها من اجل منع الناس باش هي تقدم على عمليه التغدير، تبقى في قضيه نتاع ترقب. لكن هما راهم يستعملوا في عامل الوقت من اجل على جل باش الناس تكفر بالسياسه ويبقاو هما دوك، هو راه رايح يموت في النهايه، تطلع للسماء هاني قادر نموت انا قبلك، تطلع للسماء او الكلام تاعي مسجل تخرج رغم انفك. والبرنامج هذا اللي رانا نهضروا عليه نتاع المصالحه الحقيقيه ما توصلش ليه، لماذا؟ لانك خبيث، ولأن الناس اللي جابوك خبثاء ما عندكمش النية الصادقة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المصالحة الحقيقية هذه لازم لها ثقافة، لازم لها صدق، لازم لها رجال، لازم لها نية، لازم لها عمل صالح. ما يجيش واحد رايح نقول كلمة كبيرة ما يعرفوش باباه يجي هو يصلح بين الجزائريين. فهمت أستاذ أنا أحب نسألك، العبودية هذه منين جاية أصلتها؟ هي راه جاية، شوف نقول لك، راني اش قلت لك قبيل دوك قضية نتاع الإرادة نتاع انت كي نقولوا اصبر كي نقولوا حنا دركا ماشي الجهل، اصبرني كي نقولوا حنا دركا العباد واش هما الناس العباد، رب العباد أول حاجة اللي جا بها الإسلام هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه هي المهمة اللي جا بها الإسلام. العبودية كاين الإنسان اللي راه دوك هو يتعبد في ربي، راه يصلي وراه يفعل في الخيرات وراه يدير في الطاعات وراه حتى يقوم بالنوافل وراه بالصدقات وراه بالصيام وبالطاعة نتاع الوالدين وبالبر وبالإيثار وبالصدق في الكلام وبحسن المعاملة إلى غير ذلك. هذا الإنسان راه يعبد في ربي، هذا ذرك راهم يعبدوا في ربي، راهم يعبدوا في كادر. عليه يعبدوا في كادر أستاذ، يعبدوا في كادر، لأنه هذا الناس ها من الناس ليست لهم الكرامة، هذا الكرامة علاش ما فقدوا الآدمية نتاعهم. هذا الناس ما مش تلقى انت انسان جامعي مش متجاهل يا راجل، تلقى انت انسان جامعي راه معاه حمراوي حبيب شوقي، حمراوي حبيب شوقي هذا انسان جاهل، يا لعن بليس يا راجل، حمراوي حبيب شوقي انسان جاهل. كاين الناس اسمع لي هذوك الناس، شوف نقول لك هذو روح شوف دوك الجماعه اللي وقفوا ضد مهري، الجماعه اللي وقفوا ضد مهري من بينهم هذاك بالعياط، من بينهم هذاك عمرتو هذاك، ومن بينهم حجار، من بينهم ناس اخرين راهم واقفين معاه. لذلك هذ الناس عندهم مخطط راهم يمشيوا فيه،
درك هما كل مرة يشوفوا قال مثلا قضية تثار في وسائل الإعلام، قضية تتبناها شرائح من المجتمع، قال مثلا قضية نتاع قال اللجنة نتاع مراقبة نتاع الانتخابات مثلا، قضية تثيرها بعض الأحزاب ولا بعض الناشطين وبعض السياسيين، هما يتبناوا هذه المسألة ولكن يحرفوها. قال مثلا قضية هذه نتاع واسمه نتاع المؤتمر، احنا قلنا مؤتمر منذ سنوات وحنا نناديو به، وراها الأمور مسجلة بصوت وبصورة. هذو الجماعة نتاع بلون بي نتاع النظام راحوا داروها، قالك ندوة مزافرة. هما ذركا شافوا باللي هذيك المسألة راها تحقق إلى حد ما، مش إجماع تاع 100%، تحقق إلى حد ما، قالوا ودي نشوفوها احنا باش في المرة الجاية باش يسحبوهما المبادرة من أصحابها الحقيقيين. لكن تأكد يا بوتفليقة، يا بوتفليقة، يا أيها المجرم، يا أيها الخبيث، يا أيها الحقير، يبقى الموضوع نتاع المختطفين، يبقى موضوع تاع المختطفين ما تقدرش تعالجه، لا انت ولا طرطاق ولا القيد صالح ولا العبيد نتاعكم. موضوع نتاع المختطفين يبقى يأرق في هذا النظام مهما طالت المدة، ومش غير الملف نتاع المختطفين، ملف نتاع اللاجئين اللي راهم موجودين في الخارج، البطالين، فقراء، المساكين، تبقى المصالحة نتاعك هذه حبرنا على ورق، المصالحة اللي تعطي الفرصة لبن غبريط اللي تتحدث انت على التربية، تعطي الفرصة لبن غبريط اللي تساهم في التدمير نتاع المدرسة الجزائرية وتمنع الناس على جل باش تمارس الحقوق نتاعها، دير في الحزيبات تاع الناس اللي ما عندهم حتى قاعدة شعبية، تعطي الفرصة نتاع لهذا الناس في وسائل الإعلام راكم تشوفوا فيهم في هذا الكرنفال اللي داروه نتاع المرشحين، ولكن المرشحين الحقيقيين ممنوعين، اللي قادرين ينفسوك قادرين يخرجوك بصناديق شفافة. تلعبتوا وإلعبوا على رواحكم، لكن في النهاية تأكد باللي ستخرج رغم أنفك، والله العظيم لو كان يقف معك الشعب الجزائري كامل، الشعب الجزائري كامل يقف معك، وتخرج الناس كلها للشارع ويجيبوا لك أحسن المعزوفات ويديروك جنازة اللي ما داروها حتى رئيس في العالم، غير سيأتي الشرفاء والأحرار ويرميو التاريخ نتاعك للمزبلة تولي معاك. ها هو قدامك الجنازية، ها هو غير قدامك الجنازية، راح وراه الجنازية. يا أستاذ شوف غير جنازة نتاع عياش، شوف الجنازة نتاع عياش إنسان زوالي، شوف كيفاش خرجت الناس. يا أستاذ أنت تخرج للخارج، يا أستاذ تروح للخارج ولا ما تروحش؟ علاه سؤال برك تسمى الخارج من داك ولا تسمى الكلام هذا اللي راني نهضر معك كامل ومازال ما على بالكش؟ لا انا نسال فيك برك، شوف الناس تسقسيك تسالك حنا يسالونا نروحوا للخارج، يسالونا العرب والله يتبهدل باش تجاوب. ما فهمتش انا السؤال تاعك. ماشي سألتك، قلت لك نروحوا للخارج يجونا العرب مصريين أردنيين سوريين فلسطينيين يسألونا باستهزاء، إنسان ولينا مضحكة، ولينا أضحوك شعوب، كيفاش واحد ما يقدرش حتى يرفع يده حاكمكم؟ يعني شيء يعني يندى له الجبين، أقسم بالله يندى له الجبين. ربي يجيب الخير يعني أبو بكر، كاين إخوة راهم ينتظرون إن شاء الله نمرهم الكلمة، ربي يهنيك الأخ. بارك الله. نشوفوا الأخ أسامة، نزيد نعاود نشوف ترى بالك لا المرة هذه تطلع، كاين إخوان نزيد
مر لكم الكلمه شو شويه ونختموا على البرنامج. اخ اسامه مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. نور الدين مرحبا بك، واش راك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم جماعه. في البدايه الاخ نور الدين، انا عندي غير ملاحظه صغيره على انت تكلمت على سطيف وقلت سطيف النيف بدلوا النيف بحاجه واحده اخرى، ومعسكر بدلوا سيف سيف الامير بكرع الاخضر باللومي. بما اني انا من مدينه شلف، حنا في شلف كان عندنا بكري واحد النصب، من النصب هكذا طويل شويه واحد الدي متر، ومن الفوق كاتبين الله اكبر. معناتها اي انسان داخل لشلف خارج مشلف عاقب على شلف يشوف الله اكبر. هذيك هي الدرنيير مود لي زاني 2010 نحاوها وداروا باللارج في براستها. هذه في البدايه. اما فيما يخص موضوع اليوم فيما يخص العبوديه في الجزائر، انا نظن ان العبوديه بالنسبه لي ممكن تكون من مخلفات الاستعمار، يعني متجذره نوعا ما في عند بعض طبقات المجتمع الجزائري، لانه ما يخفاش علينا 130 سنه من الاستعمار ماهيش حاجه سهله. كان فيها الجهل، كان فيها العوز، كانت فيها الحاجه، كان فيها الفقر، كان فيها الاضطهاد، وبالتالي تكونت فكره النوع من العبوديه. نماها الاستبداد بعد الاستقلال، الاستبداد يعني في النظام الجزائري بعد الاستقلال في بعده طرق وفي عده مجالات كان نوع من الاستبداد اللي نمى العبوديه هذه. ممكن المشكل التسعينات زاد في الشهاده، والنظام بعد التسعينات اقدم على تقديم الرداء للشعب. النظام الحالي هذا اللي راه ممكن هو نظام بوتفليقه، يمكن اعتباره هو امتداد لنظام الانقلابيين في التسعينات. مشروعه كان هو تقديم الرداء، سواء في الاعلام، سواء في عده مجالات للشعب. يعني الاجيال الصاعده هذه شافت غير الرداء. شفت انا البارح المنشور نتاعك هذاك تاع المجاهد هذاك اللي توفى، اللي كان يتكلم، اللي قال لهم في وقت شاد لي قال لنا اللي ما يتكلمش ميراث. إيه يعني انا حتى البارح باش سمعت سمعت السيد هذاك ربي يرحمه، وجوزت كاع الليل وانا نشوف لي فيديو نتاعو، يعني تشوف مستوى كبير ما شاء الله. هذاك توفى على بالك بسكته قلبيه. أني درت أنا كومونتاج البارح يوم وسمو التشيع نتاع الجنازة نتاع بوضياف، كنا نشوفوا فيها على المباشر، كنا نتبعوا في التلفزة. أنا وقف هكذا شوية وطاح. أنا حتى البارح باش عرفت الخبر هذا وتساءلت، يعني هل هو صح، هل هي يعني القدر وصل يعني بطريقة عفوية في تلك اللحظة، ولا كان أيادي موراها؟ يعني لانه الانسان لا ما شاء الله يعني لا 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 طاح سكته قلبيه تما غاضوا الحال تما. ايه شفت يعني ما كانش الناس تنتظر، جا واحد الانفتاح يعني واحد الجو، يعني سمعنا عشناه واحد الجو ما تقدرش تصوره، فهمت؟ الناس حريه باتم معنى الكلمه، الناس تتكلم، تعبر الصحافة، لي ديبا في التلفزيون، في البرة، في الخارج، في الديور، في الناس تحضر واحد الانفتاح ما تقدرش تتصوره. وكانت الناس تستبشر بخير، يعني كانت الناس تأمل في مستقبل ظاهر في كذا، فإذا به يلا خسروا في الانتخابات، يلا داروا انقلاب ودخلوا الجزائر في جحيم مازال إلى اليوم. لا شك هو أن الناس راه كاين الناس اللي نقولوا مثلا في تلك الفترة قال مثلا غلطت ولا، ولكن انت درك انت يرحم باباك تروح انت دوك واحد دخلوا في حبس، انا نشوفوا فيهم دوك الناس هاي تلعب مع اسبوعا، تشوف فيهم في تلي برا اسبوعا يلعبوا معاهم، يلعبوا مع حيوانات مفترسة، مع ثعابين، وروضوهم ويمشي انت عبد، ما بالوك عبد. صح، انسان تروح انت يا دخلوا في سجن وتعذبوا، تمنعوا من الكلام، وتمنعوا من التواصل،
تمنعوا من ابسط الحقوق نتاعك. ومن بعد انت واش راح تنتظر انت دوك من واحد كيما علي بالهاج؟ واش راح تنتظر منه؟ تاب ظهر كم تطارد فيه واش راح تنتظر منه؟ قل لي برك يرحم باباك واش راح تنتظر منه؟ ربي يعيش قبيل نتاعو هذيك. يطلب منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ربي صح صدق الله العظيم. فهمت؟ دير العداله. هذا الانسان هذا اللي راك تشوفيه انت متوحش وتشوفيه انت باللي راهو مانيش عارف انا عنيف وراهو كذا، لماذا هو لما يكون مع الفرنسيين ولا يكون مع الاسبان ولا مع الانجليز ولا يكون لماذا؟ لانه هذوك الناس يقدروه يحترموه. صح صح. انت كيفاش هذا الانسان انت تمنعه من ابسط الحقوق نتاعو؟ حقوق تمنعه من جواز السفر، تمنعه من التنقل، تمنعه من العباده، تمنعه من العمل، واش يدير؟ يو كون يقال قنبولة نووية يرميها، يرميها يمحرك بنت بذرك. أكيد ما عنده ما يخسر. خلي من الناس اللي عذبوهم، خلي من الناس اللي اغتصبوهم، خلي 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 خلي. فهمت؟ أكيد هذيك. حوسوا على هذ العبيد، حوسوا على هذوك الناس اللي يشريهم بالكسكروطات، هذاك عنده مبادئ ما تقدرش تشريه أنت بالكسكروط. مستحيل. مستحيل. انا على كل حال باش نرجع غير انا صراحه انا سمعتك من قبيل تتكلم على انك منعوك من دخول الجزائر وكذا وكذا، وحاسبك حاسبك يعني بصدق انه ماشي حاجه سهله انه يتم منعك تقريبا 20 سنه ما تدخلش لبلادك وتشوف اجنبي يا واحد. شوف كنت شر ذيك مش من با جزائري، ماهوش من با جزائري. ممكن تعني معروف بالولد نتاعي، معروف بالاسم نتاعي، باللقب نتاعي، بالميلاد نتاعي، خبابة نور الدين بن محمد بن احمد بن السعيد بن الساسي بن خبابة الى غير ذلك. معروف بالجدود نتاعي زايدين في الجزائر. روح جيب لي الاسم نتاع بابات بوتفليقة. هاي يلا يا ضربين الشتاء، يلا يا العبيد جيب لي الاسم نتاعو برك تاع باباه، اسم باباه برك. جيك انت واحد مش جزائري يمنعك من دخول الجزائر، راح تقول انت جزائري باش. وهذه ممكن بعض الاخوه مثلا، بعض الاخوه اللي ما جربوش الغربه مثلا وما جربوش البعد عن الوطن ما يحسوش بها، ولكن انا حبيت نتكلم عليها ان شاء الله ما لا تثير لك كما يقول لك الجروح. انا يا اخ نور الدين انا عايش في فرنسا ونمشي للجزائر تقريبا 3 شهور 4 شهور ندخل الجزائر. صدقني بالله نهار اللي نريزيرفي البي نتاعي، من نهار اللي ريزيرفي البي على 2 سيمان ولا 3 سيمان خلاص عقلي وقلبي يكون في الجزائر. سي بون خلاص من الخدمه هنا ما نكونش كونسونطري، مستحيل اني نصبر ما نروحش البلاد. معناتها هذه راهي جريمه انه يمنعوا انسان جزائري باش يدخل بلاده. هذه راهي جريمه نورمالمون على هذه نورمالمون يتحرك مجتمع مدني منظمات حقوقيه تتحرك، لانه انت ماكش ارهابي، انت ما خدمتش ضد مصالح الجزائر، انت ما درت حتى حاجه. راهم يتلاقاو معاهم الناس اللي راهم كانوا هازين سلاحهم، يتلاقاو معاهم يشربوا ماء قهوي، دايرين معاهم دي زافير نورماله، لانه ممكن بعض الناس نورمال. او انت شو منطقيا برك كاين بعض من الناس حتى هنا في فرنسا. انا في فرنسا النهار اللي انا درت اللجوء السياسي قال لي هذاك الاوفيسي اللي داير معايا لونكيت، قال لي حبيت نسقسيك برك، قال لي فهمني كيفاش انت رئيس الحزب في الجزائر وانت جيت تطلب اللجوء السياسي؟ منطقيا نورمال، سؤال منطقي، منطقي، تساؤل منطقي. قلت له انا صح، قلت له الكلام اللي راك تقول فيه انت راهو كلام منطقي بصح صح. في الجزائر راه الناس تمشي عكس المنطق. قلت له شوف نعطيك جواب، قلت له راهو الحزب نتاع الافافاس راهو جاي في الجزائر، وقلت له الرئيس نتاعو راهو جاي في سويسرا. معكوسه المعادله، معكوسه صح. ايه باسكو علاش الناس ماشي تمشي بالمنطق؟ انت كيفاش انت درك هذا عم الطالب الابراهيمي عاطيله جواز سفر دبلوماسي وطالع رئيس الحزب، وعينه محمد سعيد عينه وزير، فهمت؟ عينه وزير بعد ما دخل معاه في الانتخابات نتاع 2009 هذيك، ترشح فوتوا به الوسمو واعطاو له منصب نتاع وزير وراهو مريقلي اموره نورمال.
ومن بعد انت مواطن وش حاكم انا عليك هنا؟ انا راني نتكلم، تكلم فيها الاوجاع، تكلم فيها الالام، راه يكلم فيها الظلم، راه تكلم فيها المحسوبيه اللي راك تشوف فيها انت. يا كيفاش انت هذا درك راه مكاينين الناس اللي راهو درك هو راهو حاكم الباسبور ديبلوماتيك تاعو جاي في دارو قاعد ما على بالوش بالشعب، حوس فقط هو انه يعيطوا له بالتليفون اروح نحطوك بريزيدان. صح فهمت. انا راني راني نشوف انا بالظلم هذا. شوف انت انا لو كان جيت راه كاين الامور في البلاد، علاش نتكلم انايا؟ ما نتكلمش بيان سير، ما نتكلمش خلاص. راه الناس راه تقضي في ام كاين الناس يعيطوا لي، والله كاين اللي عيطوا لي، كاين اللي عيطوا لي بالتليفون اودي اروح نشوفه باركو تقضي صالح انت كيما انت كيما الناس ومننا ونشوفه فلان باركو ونشوفه فلان. قلت له لا يا اخي ما راكش دير فيا في مزيه، هذا راه حق من حقوقي نديه ولي كثر لهم خير ولي طرح لهم بركه حقي. اكيد 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 هويتي انا اسمي فلان بن فلان بن فلان راها مكتوبه في الورق، تعطيها لنا تعطيها لنا دير فيا مزيه ولا لا؟ والله من حقك استاذ. انا حبيت نركز على النقطه هذه لانه ما شفتش تفاعل معها كثير، وحسيت يعني حسيت بالظلم وبالقهر تاع الناس. شوف نقول لك راه اسمع قال كاين واحد الاخ هكذا طرحت له نفس السؤال على قلت له انا وشكون هو اللي يعني تسمى الحقره هذه في البلد؟ قال لي الشعب حقار ومحقور. شعب حقار ومحقور راني يعني معك في هذه هذه هي تذكر انت يروح يمشي مع واحد كان يشيت الفوحه نتاع الشتاء ما زالت فيه تاع بوتفليقه، ويروح يمشي معاه ومعاه منظمه حقوقيه والمحامين والمجموعات نتاع السباغيتي ونتاع البقلاوه ونتاع قلب اللوز وكل معاه يمشيوا معاه. لماذا؟ لانه قضيه وراءها زيد وعمر من الناس، وراءها الديراس فهمت. ويجيبوا لك انت، ولكن القضيه اللي راها واضحه ولا وسيله اعلاميه تتكلم عليها، ولا وسيله اعلاميه، لا القنوات الفضائيه ولا الصحف ولا كذا، وراهم يشوفوا فيا وعلى بالهم ولا واحد خطر عليك تضرب في الصميم ما يقدروش يستغلوك. تجي هضر لي انك على المصالحه، واش من مصالحه درتها انت مع شعب الموزمبيق؟ واش من مصالحه؟ واش ما كاش مصالحه تاع المصالحه؟ واش نقول لك استاذ؟ وهذه قضيه العبوديه هذه نظن النظام راه واعي بالشيء اللي راه يدير فيه، وراه غير ماشي ويزيد يدي الشعب العبوديه اكثر. انا بالنسبه لي مثلا هذا السلم الاجتماعي هذا نشر العبوديه، هذا مثلا السكن الاجتماعي وهذه لونساج وهذه عدل وهذه منه وهذه المشاريع كامل هي راهم يساوموا بها في الناس. مثلا تاع لونساج درو كاين مشاكل كبيره، وهذوك الناس اللي تورطوا راهم ممكن يمشوا في كلش، ممكن يبيعوا الذمم نتاعهم غير في خاطر انه يسمحوا لهم ولا ينقصوا لهم ولا يعطوهم كذا ولا يعطوهم كذا، لانه الشعب بقاو شاريين بهذه الصوالح شاك فوا. او دار مثلا انت تاخذ مساكن عدل هذو شوي با كونسيرني بصح نعرف ناس راهو 10 سنين هو يستنى ما يقدرش، بزاف ناس راهو خاسر دراهم راهو كذا راهو متزوج راهو داير ولاد راهي قارع ما يقدرش يريسكي يقول لك انا نزيد معليش يقعد هذا السيستم ليسونسيال انا تسلك لي هذه القضيه نتاعي. انا بالنسبه لي هذا نوع من انواع العبوديه اللي راه يمشي فيها النظام بخبث. كاينه نقطه اخرى بغيت نطرق ليها استاذ، انا شفت البارح مثلا المهزله هذيك تاع القاعه البويضاويه، والله يصدقني استاذ انا شفتها. اخ اسامه اصبر شويه برك، كاين واحد الاخ هكذا من قبيله هو يطرح في واحد السؤال هكذا، قال لك واش رايك في المرشح نتاع غاني مهدي؟ او نخاف ما نقدرش نهضر، هاي هذا هو الجواب تاعي. خاف من غاني مهدي نتاعك؟ غاني على غاني مهدي عنده باسبور يطلع ويهبط وخبابه ما يدخلش للبلاد. يا والله العظيم هذا الناس ربي يهديهم. سيدي دير في السيرك وما واش رايك واش رايك نهار اللي شوفهم نقول لك ما حبيتوش تامنوا بالكلام، نهار اللي يعلنوا المجلس الدستوري وتشوف الاشخاص اللي راهم رايحين يعقبوهم، عبد الرزاق مقري، علي بن فليس، عبد العزيز بن العيد، لويزا حنون، تشوفهم بالاسماء، عبد العزيز بوتفليقه
وتشوفهم من بعد راك تفكرني، تفكر هذا رشيد نكاز وتفكر هذا غاني مهدي والباقيه نتاعكم. حنا نفهموا فيهم هكذا، راني نتكلموا من منطلق معرفه بهذا النظام ومعرفه بالاساليب نتاعو ومعرفه بالطرق نتاعو، كيفاش هو راهو يستعمل في التزوير، كيفاش راهو يستعمل هو في قولبه هذا الشعب. راه صارت الناس الان مبروغراميا، فهمت؟ ناس مبرمجه، برمجوها عن طريق الوسائل تاع الاعلام. يجيوك قال مثلا شافوا الناس باللي هما راه عندهم احصاءات، شافوا الناس قال مثلا وش هي البرامج اللي راها مسموعه ولا مشاهده في القناه التلفزيون الرسميه، قال الناس راه تتبع سكتش مثلا، يجيوك هما عن طريق سكتش. شكون هو المحبوب؟ قال مثلا فلان، فلان. قال درك الناس راه ما جيش للتلفازه الجزائريه، يبرموا لك هما، يدوروا لك هذاك الاسم هذاك، يجيبوه لك عن طريق النهار، عن طريق الشروق، عن طريق واحد اخرى، ويبرمجوك من خلاله، يديروها لك في فكاهه، يديروها لك في 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 سكتش، يديروها لك في 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 فيلم، في مسلسل، ويبرمجوك سير انت مبرمج، تولي تستهلكها غير هي. راهم درك هما عن طريق وسائل الاعلام راهم يبرمجوا في الناس، وصلوا الناس لهذا القناعة. هذا اللي ضرك انت تقول له باللي رشيد نكاز ما عندوش الضروة قانونيا، ما رانيش نقولك باللي القانون انا راهو قانون حقيقي، راني نقول لك بالقانون هذا اللي راهو دخل فيه هو راه ما عندوش الضروة باش هو يترشح. وانت تقول لي واش رايك فيه؟ لا هو لا غني مهدي قانونيا مستحيل. راهو قال مثلا راهو عنده الدستور، وراه قال مثلا راهو عنده برنامج سياسي، وراهو قال قدم البرنامج نتاعو ومن بعد انت هضر عليه. اش تهضر مع انت يا راجل؟ السيد راني قلت لك هذا غني مهدي داير في البرنامج نتاعو تاع التعليم اعطاء جوازات سفر للحراقه، او تقول نروح نجي في قنطره الحبال وانه مانيش عارف واش ندير. واش من تهضر لي انت على اسمه؟ تهضر لي انت على شخصيه سياسيه راه واحد عنده برنامج وعنده كذا تهضر لي عليه؟ انت شفتو راك مغروم به، راه مؤثر لك على العقل نتاعك. الله يسهل عليك، روح ربي يسهل عليك، كمل في الطريق تاعك. انا نقول له السيد ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عنده حتى علاقه بالسياسه، ما عندوش، ما كانش علاقه، واش مكونيكتي خلاص، ما عنده حتى علاقه بالسياسه. راه مثلهم مثل هذوك اللي راهم قدموهم، فرق بيناتهم وما عنده كوستيمات بالكرافطة. هذا مكان برك، هذا وش باش فايتينهم بالكوستيمات والكرافطة. هذوك الاخرين بالك ما عندهمش زوالية. هذا مكان هذاك واش كاين؟ هو غاني مهدي ولا الجماعة اللي هما هكا يعني استعطفوا شريحه من المجتمع. كاين انا هذاك لو تيب، استادير باش تجي انت مش كي تكريتيكي بوتفليقه ولا تكريتيكي فلان ولا فلان، معناتها انت راك سياسي كبير ولا تخدم للوطن ولا كذا. ماناش نشكو في الوطنيه نتاعهم، ولكن كما قلت استاذ هذه ماشي سياسه. انا البارح مثلا هذه تاع المشكل تاع القاعه البيضاويه، والله يا استاذ شفتها وقلبت الصفحه كما يقول لك، باسكو هذه المسرحيه خلاص ولا تقديمه ولا ولينا عارفينها وشايفين. ما كسرت راسي معها، ما حوست نشوف شيء يدمي القلب. او السياسه، شوف السياسه هو اما انك انت عندك افكار، انت يا تسمى تجسد هذيك الافكار من خلال الشعبيه اللي عندك. عندك افكار، مشي تروح تسرق لي اشياء منها ومنها ومنها ومنها. عندك افكار، واما هو انك ترغم الخصم نتاعك على جال باش هو ترغموا للتنازلات من قوة الأفكار، قوة الطرح هذاك نتاع الأفكار تاعك، ترغموا نتا على جال باش يتنازل. شوف راهم واش راهم درك، واش راهم يديروا درك، سبوا. شوف هذو اللي راهم يدعيوا المعارضة، هاك شوف روح تبعهم، كاينين التسجيلات راهم منشورين في اليوتيوب، راني عقبتهم. روح هذاك جمال بن شنوف، هذاك درت معاه حوار على منتدى بلا حدود وفي اليوتيوب، شوفي لكش منهار جبد الاسم نتاعي في المغاربية، ما يعرفنيش نهائيا، ما يعرفنيش. ولد عباس المداني هدرت معاه شحال من مرة، ما يعرفنيش. عبد الله أنس هذاك هدرت معاه شحال من مرة، ما يعرفنيش. وغيرهم من الناس فوتوا في قنوات فضائية، كانوا في وقت من الأوقات نهار كانت الأمور مسكرة، وكان غير اليوتيوب، وكانت كذا، كانت الصفحة نتاعي ما
معروفة في اليوتيوب قبل ما يظهروا هذو اللي خدموهم وصاروا الآن يوجهوا بهم الناس من خلال دعمهم في وسائل الإعلام المختلفة، وهو أنه أنت يتجاهلوك ما يعرفوكش خلاص نهائيا، كأنهم ما يسمعوش بك خلاص. روح شوف ما يعطيك حتى فرصة تال الآن درك هاك تشوف فيهم. ها دوكا كانوا في وقت من الأوقات داروا المصالحة ودايرين قوانين اللي يهدر في الأمور هذه عقبوه، دوك صاروا صح. لابد من بعد الانتخابات الرئاسية راهم راح يديركم ندوة، فهمت؟ راح يديركم ندوة شاملة ويلموكم وكذا، نحيلها الاسم نتاع مؤتمر الجزائر، ينحيلها الفكرة نتاع يحاول كيفاش يقولبها، ينحيلها قال مثلا هذه قضية نتاع الحديث على المأساة ونتاع قال مثلا هذه نتاع المختطفين ونتاع كذا، ودي روح برك نسي الناس كذا، وقال اروح نتلاقاو ثم وجماع ومنا ونمشيوها، فهمت؟ هما كلهم من اجل استعمال الوقت لقتل الافكار. تقتل الفكره نتاعي انا نموت، فكره ما تقدرش تقتلها اكيد تبقى. الفكره تبقى اكيد، لان النظام عنده خطه خبيثه. فقط استاذ انا نقطه اخيره قبل ما نخلي الخط للاخوه، ماذا بيا الاخوه احنا الجزائريين ما نسقطوش في الفخ نتاعهم من خلال التفريقه هذه اللي هم يحوسوا عليها. مثلا بدات بون القديمه هذه قبائلي وعربي وكذا وكذا، وضروك مثلا بالنسبه لواش شفنا البارح في القاعه البيضاويه، الناس تتكلم بزاف ويقول لك جابوهم من الجنوب، جابوهم من الجنوب، وجابوهم من الجلفه، وجابوهم من كذا وكذا. انا نقول لك يا اخ نور الدين، انا راني ابن ولايه شلف، راهي ولايه داخليه. انا نقول لك باللي الانتخابات في شلف واحد ما ينتخب، انا نعرف شغل عائلتي واحد ما ينتخب، صحابي واحد ما ينتخب، الناس ولاد كرطيه واحد ما ينتخب، ماناش اقل. المناطق الداخليه هذه اللي هم يتكلموا عليها ويسولوا المداشر وكذا وكذا، ماناش اقل وعيا من ابناء العاصمه او ابناء المدن الكبرى. فما لازمش نوقعوا في هذا اللعبه تاع النظام ونبقاو نسبوا في بعضنا، وقال او اصحاب الصحراء هما داروا لنا، هما سبب، هما دعموا بوتفليقه، هما اصحاب جابوهم بالكاسكروت وجابوهم كذا. هذه يعني نورمالمون نتفطنوا لهذا الامر وما نوقعوش في اللعبه نتاعهم. هذوك ناس مغلوبين على امرهم، جابوهم كما قلت ممكن عمال مساكين، ممكن ناس يخدموا في البلديه. راك تعرف النظام في الجزائر، انا شفتها بعيني يا استاذ بكري، كنا في البلاد يجي الوالي فايت ولا حاجه يحبسوا لك الترونسبور اللي يديك من مدينه لمدينه، يحبسوه الجدرميه يديروا بارج ويحبسوه باش الشعب يبقى في الطريق، يبقى واقف في الطريق. ألاعب النظام هذه فقط على جال برك. قبل ما نشكوش ما راهم كاين مازال الاخ، والله كاين اخوه راهم ينتظروا. قبل ما شكرا للاخ اسامه، نلتقي ان شاء الله في فرصه واحده اخرى ان شاء الله. المهم قبل ما نمر الكلمه للاخوه اللي بقاو مازالوا، فقط هو ان نوضح نقطه ونذكر بها برك للناس اللي راهم يعرفوني راهم فاهمين هذه المساله وحافظينها، لكن الناس اللي ما يعرفونيش لربما يسمع بعض الكلام يقول لك كيفاش انت من جهه راك تدعي للمصالحه الوطنيه الحقيقيه وكذا، ربما جارح ولا كذا. شوفوا الاخوه والاخوات، حط روحك مكاني. انت عندك 18 سنه ما روحتش للبلاد، انت عندك 18 سنه ما توالديك ما حضرت لهمش، وانت راك مظلوم، راك محقور، راك ممنوع من ابسط الحقوق نتاعك. حط روحك مكاني دوك. انت لما تقول لواحد تقول له انت مجرم، والله تقول له واش اسمه، بس احسن من انك انت تروح تقتله، او على الاقل انت تقول له دوك مثلا انت لك مجرم وراه يستاهل الاجرام لانه راه هو دار اشياء. فيما بعد قال لك المجرم هو يجي يعترف ويقول لك باللي يا ودي والله انا غلطت ومنا ويرجع لك الحقوق نتاعك ومن بعد تتصالحوا. المصالحه اللي راني نهضر عليها انا راها في المستقبل، مشي هذه نتاع بوتفليقه والله درك، في المستقبل، بمعنى انه هذا النظام يروح النظام هذا، وتبنى مؤسسات شرعية، فيما بعد تكشف الحقيقة، ومن بعد يحصل العفو، من بعد نلحقوا المصالحة هي الأخرى. باش ما يجيش واحد يقول لي انت دوك يهز لي كلمة ويقول لي باللي انت راك قلت ما لا ما لا، هذه المصالحة نتاع النظام، هما برواحهم
هما هذو اللي راهم يدعيوا من انه راهم داروا مصالحه، هاكم تشوفوا فيهم مازالوا الى حد الان. تتقول واحد يقول لك هاو نزل ارهابي، هاو نزل ارهابي والارهابيين وهم داروا في التسعينات، ومصالحه مع من درتها مع شعب الموزمبيقو. مصالحه تقتضي هو انه فيه اطراف، راها قال مثلا صرا حوار تحاورت الناس وراها اتفقت على قال ارضيه من اجل على جلبش فيما بعد تمشي الناس للمصالحه. تذوق مثلا تتهاوج انت واحد تقيسه انت بالهدره ويقيسك هو، تقول له انت كلام ربما زايد ويقول لك هو الكلام وتضارب الناس وكذا وكذا، وفيما بعد يدخل طرف قال ودي العن بليس انت راك قلت كذا وانت كذا وانت ودي رجع له الحق نتاعو وانت كذا وانت كذا. ومن بعد قال ودي تلقى الناس صغة، ناس تطلب السماح من بعضها وتروح تدير المصالح. تسيد انا راني نقول لك 18 سنة ما عنديش جواز سفر، تفهم العربية ولا ما تفهمش؟ شو من المصالحة تهضر لي عليها انت؟ المصالحة راني نهضر لك عليها في المستقبل، هذا حق من الحقوق. موشي قال ما على باليش انا راها سياسة وحزب ومانيش عارف انا وقطعة نتاع تراب، هذه راها وثيقة، هذه لا تطلب باش تكون فيه تفاوض ولا قال في مثلا فيه انت حق من حقوق. تروح انت تروح البلدية تقول لهم انت اعطيوني عقد زياد، تروح للقنصلية تقول لهم اعطيوني جواز سفر حق، باش ما يجيش واحد انا دوك يستعمل لي حاجة وقال باللي انت راك قال ما على باليش به، فهمت؟ انا ما على باليش به. بوتفليقة كنت معارضه في 99 ما استنيتش حتى 2019، وقلنا احنا لعل ولعل ولعل، ولكن راكم تشوف يا صاحبي راه الناس بالكادر ورايحة، ويجي انت يحرمك من ابسط الحقوق نتاك. الناس راها مدياش مشاريع، راها دات الدراهم ودات قطارات ودات درت صفقات ودرت كذا، وانت ممنوع من ابسط الحقوق نتاك. شوفوا هذا الاخ جمال، المهم كاين ثلاث ولا اربع من الناس نحاولوا انه نطلعهم ونختموا ان شاء الله هذا النقاش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ جمال. أستاذ نور الدين، ربي يفرج عليك إن شاء الله، ولي الشرف أني نهضر معك. الله أني نسمع تجول الحصص تاعك في اليوتيوب. ربي يبارك فيك. والله يعني أنت من السياسيين اللي نسمع لهم، مش سياسيين، سما الهضرة تاعك تما الله يبارك صح تاع واحد فاهم مليح سيطادير الاوضاع السياسيه هنا. واش نقول لك، كلمتك سما لي شرف اني نكلمك هذا مكان وربي يسهل لك ان شاء الله. منين راك تكلم فينا؟ منين الاخ جمال؟ منين؟ من الغردقه. من الغردقه. ما شاء الله، من الغردقه. الا كان الا تحرت البلاد ان شاء الله رانا نلتقيو كاش نهار ان شاء الله في غردقه. مرحبا بك، لينا الشرف، لينا الشرف. اسمع، نجي انا وشوشان. ايه انا ايه شوشان. قول ان شاء الله نجيو. شوشان برنامج تاعو مليح، تاع ان شاء الله انهاء الدكتاتورية الفرنسية. ان شاء الله ان شاء الله كي تتحرر البلاد من العبيد وتتحرر من هذا الاذيال هذو، ان شاء الله نروحوا للبلاد ونلتقي ان شاء الله ونديروا فيها ان شاء الله. ان شاء الله استاذ نور الدين، بارك الله فيك، لي الشرف اني هضرت معك وراني حاس بك. وراني حاسس. الله يبارك فيك، شكرا للاخ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشوف ترى هذا الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمدريد، عندك الهاتف نتاعك راه مغلق. نزيد نشوف ترى الاخ ادريس، بالك لعله يقدر يطلع. اخ عبد الحليم، ربي يبارك فيك. اخ عبد الحليم، شوف لنا كاش برنوس في الباساج، والله كاش من القندوره من تو على العرب هذو، قالوا لي خدموهم مليح في الباساج تاع بن خروف. او عندك مشكله الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمدريد، عندك مشكل في الخط تاعك.
المهم الأخ هذا يبدو هو أنه عنده مشكلة في عنده مشكلة في الخط تاعو. الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك شوفوا ترى هذا الأخ أبو علام أعتقد وقيل دخل قبيل، هذا عنده وقيل ثانية مشكلة في الخط، شوفوا ترى بالك لعود يطلع. أخ أبو علام، ألو ألو، نعم الأخ أبو علام تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بمدريد، شوف نقول لك راهو عندك كان بلوكاج في الخط نتاعك، شوف بالك راه كاين بوطون ثم وين كاين، افتحها شغلها بالك تلقاها ثم اكتيفيها، فهمت؟ شغلها باش ان شاء الله تقدر تدخل. الاخ اللي قلت لي علاش المعارضه، الاخ محمد نفس الشيء، علاش المعارضه ما تلاقاوش الزعامه تو سامبلومون، ما ظل تحوس ما ظل تبحث ما والو، الزعامه هي اللي معطلتهم، فهمت؟ كل واحد هو اللي اسمه، عندنا سنوات، تخيل انت سنوات وحنا نتحدثوا على هذا الموضوع نتاع الانتخابات الرئاسيه، بل حتى درنا اتصالات وتحدثنا على قضيه هذه نتاع المؤتمر، هو انه يكون فيه مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج، لكن هذا الناس لما انت هو ما تجيش المبادره منه يحاول يديها ويتبناها هو، وروك تشوف فيهم دركا ها هو الزعيم الفلاني وهو الشيخ الفلاني هاو اقترح وهاو اتصل من اجل على جلب شمو على جلب باش تحسب المبادره ليه هو، وباقيين في هذه الطريقه، هذوك داروا مبادره اخرين يديروا ضدها، هذوك داروا مبادره اخرين يديروا ضدها وهكذا. انا علاش انا اعوذ بالله من كلمه انا وراني شارح هذه المساله، شارحها في القضيه في المقدمه نتاع الكتاب نتاع المصالح الجزائريه، علاش انا اقدمت على هذه المبادره وانا صرت انا ننشط، خطر كنا في وقت من الاوقات كنا نتبعوا فيهم وما كناش فاهمين السياسه نتاعهم، نهار خلط بعضهم وعرفناهم كيفاش يفكروا وكيفاش يشتغلوا وكسمو خلاص كفرت بهم كفر بواح، فهمت؟ كلهم بدون استثناء كفرت بهم وكفرت بالاحزاب نتاعهم، ممكن هو انه انت واحد تقدر بواحد هكذا ولا تحترمه ولا بصح باش يجي هو يقد عليا والله يجي على جل باش انا نمشي معاه، والله ما نمشي معاه منتبه. حوس دركا في اطار وطني هاو المشروع، بعيدا عن التعصب هذاك وبعيدا على تحزب، مخط دير واسمه مشروع، فكرت فيه، درست، درت واسمه ابحاث، طالعت بعض الكتب كذا، ولقيت هاو الطريق الصحيح اللي هو تمشي فيه الجزائر. شوفوا ترى بالك لا الله. شوفوك ترى ذوك بالك لا وتطلع. ها شوف ذوك الان كيف طلعت. اش نور الدين اخويا واش. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام. هلا كيفك نور الدين. والله لاباس الحمد لله ربي يبارك فيك. الحمد لله. واش. الاخ تاع ميلوز. كمال كيفك. اهلا الاخ كمال. أك لاباس الاخ نور الدين بخير. الله يبارك فيك. ولدي عمي ها خلينا نرقدوا شويه خلينا. والله العظيم لاباس الحمد لله. واش نقول لك اخويا، ديك اللقطه تاع البارح ما رقدناش كاع، والله ما رقدنا كاع والله، ديك القاعه هذيك تاع الساندويتش وتاع الكاشير وتاع واش نقول لك اخويا نور الدين. المهم راه غايه لاباس، والمتفرجين راهم غايه لاباس الحمد لله. الحمد لله والله من قبيله نسمع كنت راقد ونسمع نسمع 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 اي كلاني قلبي، قلت نوض والله نهضر معاه شويه، دي شحال ما هضرتش شويه كاش ما نفرغ شويه قلبي والسلام هذا ما كان.
وبغينا نهضروا على ديك تاع الحصه تاع اليوم نور الدين تاع الناس هذوك اللي جابوهم انا ما ضمنيت واحد الناس اللي واعيين راك فاهمني الناس راك شايف تاع مؤسسات اللي فرضوا عليهم بالسيف عليهم يجيبوهم ولا نطردوا راك شايف كيش يستعملوا بديك السياسه نتاعهم ومنظمهم هذه شعال هما ينظموا في هذا كما 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 مضاري الفيلم كما مضاري فيلم هندي تاع جانيتو تاع بكري كما مضاري هذه راك شايف السياسه كاع ما تبدلش السياسه كاع ما تبدلش وما هذه مرضونا والله يمرضهم هذا ما كان والله العظيم مرضونا والله يمرضهم هذا ما كان والله دي فوا الواحد يقول ينسى كاع هم البلاد وهم هذه عاود تغيدك والله تغيدك يا نور الدين والله تغيدك والله تغيدك تغيدك والله العظيم لا تغيدك تشوف الناس ما عندهمش ثقافه ما عندهمش حتى هضره ما عندهمش حتى كادر يجري وراه اللي يجري مور كادر وتبزا فديك القاعه ولا والله دمي ديزنا حنا عاد نتبعوا في قش بختها ولا والله العظيم ما نضين والله قرعنا والله والله بزاف والله بزاف والله العظيم نعم. بزاف الاخ كمال هذيك الفكره هذيك دوك نكتب عليها مقال تاع كادر يحكم امه هذيك دوك نكتب عليها مقال قتلونا ابن عمي قتلونا كادر كادر نتبعوا في كادر نور الدين ما بقاش ولا والله العظيم ما النيفو فرا النيفو فرا ما كان والو والشعب راه ثاني الشعب نور الدين والله العظيم الشعب راه مأثر كاع الشعب راه يهضر لي يحل فمه يهود لي راك شايف البلاد سركلوها البلاد سركلوها الدياره سركلت تمشي لاميري اللي تجبر حاكم لاميري من الدياره تمشي الاذاعه الدياره تمشي لوبيتال الدياره تمشي اي ما تمشي الدياره ليش دوك لو كان هاد الناس شوف نقول لك لو كان هاد الناس راهم دوك قال مثلا كيما الصين فهمت كيما الصين رغم انه راه كاين ديكتاتوريه وراه قال على الاقل راه الناس لحقت راه خدمت صناعه ودرت جيش ودرت كذا ودرت كذا معليش نديري لهم شابو يا انت راك يا صاحبي تضرب في الشتاء الكادر والله الكادر الدبزه على الكادر الدبزه راك شفت في القاعه الدبزه على الكادر الدبزه اللي توشي الكادر غير توشي الكادر غير توشي الكادر يقول تحيا قاش والله ما بقى الله يجيب واحد السلاك لهاد البلاد هذا ما كان والله الله يجيب واحد الكمة اللي تسيطر على هاد على هاد ما بصح لا عنف ولا حاجه تاع ضروريه واحد القوه تاع الايمان تاع الناس اللي مازال راهم متشدين في البلاد وتاع هذه هذا ترو مليحه نور الدين هكا ما قعد خويا احنا قاعدين معك والله العظيم راك مصبرنا وراك كما قال واحد يعطينا بعد شويه لي زانفورماسيون لا والله العظيم ما نرد الدين انا راك بالك راك شراك تمشاني معدم والله لا ربي يبارك فيك والله الاخ نور الدين هذا ما نقول لك نحاولوا الله يعاونك رانا نحاولوا ربي يبارك فيك الاخ كمال شكرا الاخ اي السلام عليكم الاخ نور الدين وبارك الله وعليكم السلام ربي يبارك فيك شوفوا ترى هذا الاخ رضا ولا لا شوفوا الأخ رضا يا الله يا كريم راه الواحد راه يتحرك اصبر على الأخ عيساس السلام عليكم وعليكم السلام أهلا إن شاء الله هذه خطوة ما تكوبيش كما ضربة اللي فاتت علاش نكوبيك أخويا كي تكون أنت راك ملتزم بالموضوع وتحكي بالموضوع ما كان حتى مشكلة ما فيش مشكلة تفضل مرحبا بك أبدي واش نقول لك يا أستاذ الله عرض كما قال سيد هذا اللي فات قبل هتفضل عندي مشكل في الكونيكسيون يا استاذ انا يا واش عندي والله غلط انا كاين كلام نقولو يبدو هو انه عندك مشكله في الخط لا اله الا محمد رسول الله البارح ما رقدناش راه عندنا مشكل راه عندك تقطع من الخط تاعك نعم هالو ثاني نسمع فيك نسمعك مره مرتين ولكن من بعد راهم كاينين الناس راهم ينتظروا فهمت شوفوا ترى الاخ عيسى
ما المهم ما نطولش بزاف ونختم ان شاء الله البرنامج هذا، راني 8:30 فيها خير وبركه. راه الان 11:30. ها هو عميسة كاش قل يا كاش روينا اي كاين كلش هنا عندنا، راني في كندا عايش كي تزاير، انا ما تغير عندي والو. كاش قل يا كاش روينا كاش كاين كلش سنة شمار عندكم في الجمعة ويا اسكت علي يا راجل اسكت، اي ما زالت شوية خدمة والله إيه لا 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 عرك براك سوق والله لا 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 تحسوا يا سمير انا نسوق ونهضروا سمير يسوق ويهضر سمير، راه عندكم الثلج هذا الباركينغ وراني ساكن هذا ولا تما روحت تما راك في الدار راني في الدار هذا ونوصلت انا يا كان على بالك عندي مشكل في هذا عزرين الباطري هذه من نهار هضرت معاك في الخدمه هكذاك الباطري ما تمشيش طولي وزدت ولا تسبت لحد اسمع نعطيك اسمع شوف لي شوف كي تفرغ لك الباتري اسمع باش نخفف عليك شويه وعلى الاخوه شوف كي تفرغ لك الباتري قول له اسمع قول له ابو تفليقه تعمر خلاص نسيب نعزم عليها ابو تفليقه خلاص قول لها اسمع كي تشوف حتى لا باتري هابطت تقول لها بوتفليقه برك تطلع تطلع شارجا واش نوردي الموضوع الرئاسيه طول طون انا نحكيو على العبيد على العبوديه هذ الناس اللي راهم دوك بكاسكرو يشريهم قال له يا الطياره بيكي بيكي اديتي لنا نور الدين وما وليتي طال غياب بارك لما مشيتي هذا واحد قالك البارح علاه انت نفاوك يا نفاو على جالتك يا واحد البغل حشاك نفاو واحد كيما نور نفاوه على جالت انه كان يدافع على واحد الزواليه كيما انت هذا واحد كان يسال البارح يقولك على واحد لو كان جينا احنا نفكروا بهذيك الطريقه هذيك لو كان واحد ما صارت له مشاكل ما دخل واحد في صراع معاهم لو كان جا الواحد راه انت سلك راسك ولو كان راه دار الواحد راه لبس عليه فهمت لو كان واحد راه لبس عليه في البلاد وراه احنا الواحد ما دخل في هذاك الصراع لماذا لانك انت ما تقبلش بالذل وما تقبلش بالهوان وما تقبلش بال انا مره من المرات ان ندير في الخدمه العسكريه وكاين واحد هكذا جدان هكذا يدي في الماكله نتاع تاع العسكري يدي فيها واحد المره كان معاه واحد من بسكرة هكذا كيمدلو يبعث له بنو ميم با ما يهضرش معاه يبعث له بنو صغير يدي له طلعه يقضي ثم وانا المره هكذا برك التقى برك انا قاعد ثم وجب انه دخل عمر له مصروف تقول انت شغل انت راهو في حانوت دير اللحم القهوه الحليب ديسار كذا تقول انت في ايه قلت له انا قال لي واش دير قال لي لو كان ما ديرش هكذاك ما تقدرش انت تقعد قال لي لو كانت تسمى تدخل انت معاه في مواجهه ما قلت له اصبر تشوف من بعد انا جا ثم قلت له بنو انا قلت له روح راح هو شكيت كان تمو عنده مو ثم خطره ويسكن ثم شكيت سمعته مو قال له ومن بعد المهم هكذا قطعت عليه انا الخط هذاك واحد المره قال لي راك خارج طالع لوسمو البلاد قلت له ايه قال لي نطلعك هي شو كيفاش الناس تفكر طلعت معاه انا نورمال طلعت معاه كيف صافا لباس واش راه البلاد منا صافا لباس الحمد لله قال لي راني حبيت نحكي لك على واحد الموضوع بصح قلت له واش هو قال لي راك درت واحد الجاست هكذا للولد قال لي ما عجبنيش قلت له واش من جاست درتو له قال لي هاي كيفاه قلت له لا كان درك راك دير في حاجه قانونيه
وانا راني قال مثلا ما طبقتش القانون ولا واش ما عندك الحق تبس انت راك خارج القانون راك تدي في اشياء نتاع العسكر كيفاش نعطيك انا واسمو الماكله نتاع العسكر تديها من ذاك النهار قال لي شوف قال لي عندي راني شافي عليها كيما درك قال لي عندي 24 سنه في السيرفيس ميليتير قال لي ما كاينش نهار واحد وقف لي في الطريق غيرك انت 24 سنه انت دوك الناس ما على بالهاش لو كان جيت درك انت راه دوك الناس كل واحد راهو درك هو يشوف الفساد يحبسه على المستوى نتاعو والناس تتضامن معاه لانه راه وقف ضد الفساد هذاك الانسان الفاسد يخاف خطر لو كان يسكت له واحد لاخر راهو راح ينوضلو لكن لما يكون هذاك الفاسد هذاك راهو داير رجله واحد ما يتكلم واللي يشوف قال له روح برك غمض عينيك برك ودير روحك ما شفتش سي نورمال طغى الفساد صارت العبودية تمارس والناس تشوف فيها كسكرو ولاية على 600 و 700 كيلومتر يروح على جل كسكرو وربما عشيرو ولا بالك لا ربما والديه بالك لا عود راه ما يشوفهمش ايه يا ولدي الله غالب على الناس الله غالب هذا كما قلت عليهم البارح الأمية شوية نقص الوعي ما كانش اللي كادري ما كانش اللي ينصح ما كانش الموديل اللي يمشيوا قدامهم ما كان والو الفساد هو اللي عمم انا البارح قاعد شيخو اول شيء ساعة قبل ما ننسى المواضيع اللي عندي انا انت هذاك دحمانك اللي قال كنت في المخابرات واش خباره من دحمانة واحد الخطرة واحد قال لك سمي دحمان سمو دحمان قال لك انا كنت في وقت الشادي في ما نعرفوش وانا من عادتي تسمى لما ما نكونش نعرف واحد والله ما نعرفوش انا قال لك عندي اسرار وكل شيء قلت له نديروا فيها حصه برك انا ما سمعتش خبره من هناك النهار المهم هو يبان لي من الضباط الاحرام المهم هذا واحد ثانية عندي واحد الرسالة بغي نوجهها إذا الإخوة صورتوا اللي عايشين في فرنسا على بالك كليامات جاكم الرئيس حكومة نتاع هنا جاكم لفرنسا تاع كيباك جاكم رئيس تاع كيباك مش رئيس الحكومة نتاع كندا اسم نتاع بلادهم جل نتاع بلادهم المهم تاع كيباك جاك من تما جا لفرنسا لا تقول ليش اخويا جاك من تما تسمى نتاع بلادهم قال نتاع بلادهم هي نتاع كيباك جا لفرنسا المهم خاطي الجزائريين خاطي احنا المهم احنا قال له مصايب قوم عند قوم فوائد وحنا قالش كيف يستفادوا خاوتنا عباك راهم دايرين قانون حلوا الطريق حلوها اللي فرنسي بالذات من 2008 عدلوا لهم الدبلوم عاد الدبلوم تاوعنا كل عاد اخ عيسى خلينا في الموضوع وراه ما بقاش الوقت يعني بزاف على باش يعني بالموضوع يعني انا باغي جماعه جزائريين يستفيدوا من هذه برك اذا باغين يجيوا هنايا هذا مكان هذه اللي باغي نوصلها الرساله راه مسهل لكم الامور مسهله الامور ايه اللي عايش في فرنسا يا خويا واش درنا دار بكري جيب لنا دار واش درنا دار ثم بالك نجيو ثم نعاود نريحو نزيدو نعقبو الشيء اللي قاعد لنا ثم هو كاين خلاص واش درنا دار شوف اسمع شوف لنا كندا قول لهم راهو كاين واحد ما عندوش باسبور شوف ترى بالك نعاود يديروا لنا باسبور نجيو ثم ونقعدو خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سقسينا والله ايه والله هذه كاينه منها اللي باغي يجي يخدم على روحه والخدمه يقول لهم راهو كان واحد هاو كيفا هاي الاوصاف تاعو راهو كذا راهو ضد بوتفليقه وضد العبيد وقول لهم راهو حاب يزيد يجي لثما باش كش ما يزيد يحرك الحاله شويه ثما في كندا حرك الثلج ايه حرك الغبار ناس راه يتقاوم في الطبيعه ناس تقاوم في الطبيعة وناس تخدم من الطبيعة وتستفيد من الطبيعة هاد الثلج برك أنا نور الدين كاينة عائلات آلاف العائلات عايشة غير من الثلج من خدمة الثلج هما اللي نحيو الثلج هما اللي نطويو آلاف من العائلات يستفيدوا من الطبيعة
نعدل الخيرات عايزه ما تهربش بزاف. مانيش نهرب من خلينا قول كلمه خلينا انا قلبي ضارني ونشتي كي تنفعل حتى شويه وتحط فيه من المارط وعلى الراس كش ما يفيقوا بعض العباد. على بالك ايه سمعت قلت كان الرئاسيات والعبيد هذا بالله غالب بلا بهم ربي الله غالب، وعندي انا برك رؤيه في الرئاسيات، وانت بعد حلل وناقش والله قل لي عيسى راك تخرب. انا وش راني نشوف فيها؟ انا في رايي انا اذا تلاقينا على راي وتفاهمنا وصار فيها مؤتمر او بلا مؤتمر راه ما يصرا والو، نقعدوا هك في حلقه فارغه. انا نشوف باللي اذا الرئيس قال اخويا مثلا حمروش رئيس الحكومه، رئيس الحكومه يجيبوا يا ربي شكون الاخر من حمروش ويديروا رئيس حكومه يديروا مقري ورئيس مجلس البرلمان يديروا ولد هذا عميروش كيف اسمه النائب هذا تاع عميروش، ومجلس الامه يديروا هذا بوشاشي ها والوزراء يديروا حكومه وفاق ولا وحده وطنيه من كل ولايه وزير تاع كفاءه. المهم باه نلقاو الناس اللي يبداو بالمرحله هذه يمشيو حتى نلقاو ناس تاع كفاءات مش تاع موالات. حنا نحوسوا ناس اللي تدير النضال كيما اخونا نور الدين مش الناس اللي راهي تلم في المال. انا عبد كنت نشوف لي مقري لو كان يديروه رايس رانا رايحين سيناريو مصر متهني. اذا تحط مقري في الرئاسه يا خلاص فراو الاسمو صاي بعد الخامسه دوك شوف لو كان ما تكونش فيها تحرك شعبي راح تمشات نورمال غير كون كاني هي ماشي النظام ماشي يديروا الندوه هذيك دوك كاين الناس اللي يروحوا كاين الناس اللي قاطعوا وتمشي ويكملوها ونورمال راحوا مشاو هذا راه ما دام الناس راه بكسكروت تمشي صاي خلاص. ايه ها هي هذه كيما المزافرون كيما عيط لهم هذا ولد عباس يجي ويجري وعيط لهم سعيداني يجي ويجري وعيط لهم درك هذا الاخر يجي ويجري وهذا مجموعه الفلان وجماعه لاراندي هما اللي هي. ونزيدك حاجه بر ولا الكلمه نتاع لافلان لافلان اللي حكيت عليها هذيك الخطره نتاع قلت ترجع مؤسسه يحطوا عليها واحد من المجاهدين هذا اللي راه يظل مسكين يظل ما حد يسمع له هذا من لوكي هذا انت كشامي عطيتنا رؤيه وش رايك تملوكي هذا السيد ملوكي هذا اونسيام مجاهد ويقول فيه مجاهدين مزورين وهذاك عنده دواسه هذا يحطوه على راس المؤسسه تاع لافلان وتولي مؤسسه تاع البارح اللي يقول لك نبعثوها للمتحف وهذه كل هضره زياده هذه تاع لافلان واحد ما يقدر ياخذ لها غير ربي سبحانه. لافلان لازم تخرج من اطار حزب تولي في اطار مؤسسه كما حكيت عليها واحد الوقت ولا راندي وحل حلا شديدا كما حل الفيس. انا لا راندي هو مشكلنا الكبير منهار جانا لا راندي هو اللي يمثل الدولة العميقة. لا راندي هو جماعة الدولة العميقة والناس اللي ما تعرفش الدولة العميقة وما فهمتوهاش روحوا تبعوا مصر الدولة العميقة هي اللي راهي خلات مصر نصبوا جنرال وهم عقاب الناس اللي منع من الموت الحبس واللي منع من الحبس يتنفى واللي ما منع من الثلاثة هذم يحكم فمه ويستنى دوره يستنى واتجاه الدور. الأخ عيسى على الموضوع الأخ عيسى أنا مضطر على جد باش نخرج فهمت راه هو شحال عندك الساعة ثم أنا عندي الخامسة عندي الخمسة ونص غير عشرين ستة غير عشرين سمع أنت راه وقت الحليل سمع عندك أنا راه قريب 12 تاع الليل يا صاحبي على بالي الله غالب على بالي راه من الناس قريبين وضو احنا في الخدمة ونتبعوا فيك في الخدمة ونشعلوا قالوا هاوجة الوين شوف رئاسيات احنا عندنا الله غالب عندنا ناس ربي يهديهم وما هذا يخص من لونكادر وما ما كانش الناس اللي توعي داخل الوطن. علاه قلت كذلك النهار يا نور الدين انت ما خلاوكش تدخل لانه خايفين الدرهم كيما عبد الحميد بن باديس الله يرحمه
كل باليوم في يوم في ولاية، كل يوم في بلدية، هما ما يحوسوش على الناس اللي توعي سور تيران. على بالي بلي الفيسبوك هذا ما يمشيش بعيد، الناس يطبع ببرك تهضر بصح سور تيران ما كانش، ما عندناش خلاص. الناس اللي راهي توعي ولا تهضر في القهاوي ولا تدور على الشعب في السواق وتقول يا ناس ماشي هكا ما كانش. كيما واحد قال لك كنا البارح قال لك اخ عيسام دوك العبيد ما راكش ملتزم بالموضوع، راك بعيد بزاف على الموضوع. المهم الاخ عيسام معذره، راك جتني في وقت متاخر وراني قري راح نختم البرنامج. يلا اختم ربي يبارك فيك. شكرا الاخ عيسام. المهم معذره للاخوه والاخوات. الاخ عبد القادر قلت له وش هو الفلسفه نتاع التطهير في كل ما يحدث الان سي نور الدين؟ تطهير تاع الكوادرو. قول الى استناو كش ما يكون تطهير، فهمت وراء تطهير كون رانا شفنا قال راه مثلا قال المرشح وتقدموا لهذا المرشح هذا، ورانا شفنا قال الوجوه اللي راها قال مثلا تراه قال مثلا كيما ذاك صام 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 مفطر على حب بصله، قال لك عندهم ذكا قداه من وسموه ما يمشيو. من بعد قال لك يا احمد بن بيتور، احمد بن بيتور مشى مع نهار اللي داروا الانقلاب، فهمت داروا الانقلاب مشى مع بوضياف وخدم مع رضا ملك وخدم مع بليد عبد السلام وخدم مع بوتفليقة. هذا اللي راهو دوكا يسمى هو باللي نتاع بالتعبير تاعهم هما يا، وكان معاه كان رئيس حكومة نتاعو. يعني هذا دوكا راهو كامل مع التوفيق، هذا دوكا هذا هو تاع الدولة العميقة. ومن بعد قال يخرج لك هو الاخر، منطق منطق عوج، فهمت منطقة وجه. الأمور واضحة واضحة، مكان لا تطهير ولا هم يحزنون. كاين البغرير، فهمت راه الناس ضرب في البغرير كلهم شياتين، كي القايد صالح كي طرطاق كي الجم كي التوفيق كلهم ضربين شيتا كلهم، فهمت. كان جو رجال وكان جو رجال لو كان طهروا البلاد من هذه الأوباش من هذه الفيروسات. فين راهم يطهروا؟ فين راهم يطهروا؟ هذا اللي دركا كادر حاطينه فين يطهر؟ راهم يطهروا في الرجال، فهمت؟ راهم يطهروا في الكوادر ومخلين الكادر يطهروا في الكوادر، يطهروا في الإطارات هذيك اللي راها هي تسعى من أجل جزائر جديدة. شوف قاعد لي انت يمشي ولي تحت أعين انت من هذا، تحت أعين من فخامة الرئيس واسمه مشروع الرئيس. وش هو الفرق بينك وبين الأخرين؟ ما كان حتى فرق، فهمت؟ كان حتى فرق. الناس راها تخدم خلاص، شافوا كما قلتها في قداش من مره لحقوا لواحد المستوى وين انه ما عندهمش الشخص اللي هو راهم راهين يحقوا من خلاله، راهم يستعملوا فيه الى اخر لحظه. قادرين درك هما بعد ما يفوتوا هذه الانتخابات يقدروا هما يديروها، مذكر راهم علنوها، راهم يديروها في بيبليسيتي في القناه نتاع النهار، راهم يديروا في بيبليسيتي القضيه نتاع الندوه ويديروها ويديروا فيها قسما وعقدنا الجزائر وفشهدوا فشهدوا ويجيبوا ناس ويجيبوا علماء ويجيبوا ذيك وقالها وبوتفليقه راهو راح يدير ويجيبوه هو كما هذاك العالم هذاك الفيزيائي هذاك نتاع الكرسي هذاك نتاع اسمه وقالها هو يزبلوا كل شيء. كان جات راه عندهم درك هما هذه النيه تاع المصالحه، لو كان دارها في العهد الاولى في العهد الثانيه في الثالثه في الرابعه
كل هذه الأموال اللي صرفوها ما داروش الندوة. أنا أشوف فيهم كل يوم كل يوم راهم يعلنوا حاجة في الواقع يكذبها، في الواقع يكذبها. واش من مصالح؟ والله واش من ندوة؟ كلها هما راهم يلعبوا على عامل الوقت، وعارفين باللي هما المصالح الحقيقية ما تخدمهمش لأنهم طرف في المأساة. خطر بمجرد هو أن الناس تعرف من هو الذي تسبب في هذه المأساة، راحت التجارة نتاعهم، راحت الصفقات نتاعهم، حتى الدول اللي كانت تساعد فيهم. بمجرد هو أنه يعرف الشعب هذه المأساة ويعرف هذ الناس اللي هم تسبوا فيها، انتهى، انتهت التجارة نتاعهم. بالتالي درك هما باش راهم مستمرين بهذ العبيد. راهم درك العبيد كاينين اللي راهم موجودين في الجيش، كاين الناس اللي دوك يسمع يقول لك الكلمه هذه والله غير موجودين في الجيش، داخل المؤسسه نتاع الجيش موجودين العبيد، موجودين في الاعلام، كاين اللي راهو درك هو يجبدوه بكسكروت. هذاك هو المستوى نتاعو، واحد ما عندوش يجيبوا له هما كسكروت وبي قال يروح النادي الصنوبر ولا السيدي فرج ولا كذا يمشيوه. وهذه الوسائل تاع الاعلام راهم يمشيو فيهم كيف كيف ثاني، هذا الجرائد وهذا القنوات الفضائيه راهم يمشيو فيهم بالاشهار، يستعبدوا فيهم بالاشهار، يعطيلو الاشهار ومن بعد قال ديروا هاك تشوف فيهم هذا درك هذا انيس رحماني مش من العبيده يوم من العبيد، وناس اخرين راهم من فئه العبيد. يا سيدي نعطيه لك انت وبيك ان شاء الله نختم هذا البرنامج. شوفوا ترى هذا الاخ بن صالح، هذا هاي هو الاخ بن صالح، مرحبا بك. هاي واش تقولنا الاخ بن صالح؟ معك بن صالح، منين راك تكلم فينا الاخ بن صالح؟ معك بن صالح فتحي من ولاية نعم ولاية عين تيموشنت غرب ولاية عين تيموشنت. خويا راه جاليكم اليوم نكاز، راني طلعتك بالزهر برك. ها انا بصح من عين تيموشنت شي مثل مسام. جاليكم اليوم نكاز ولا لا؟ لا لا ما جاش عين تيموشنت، كان في ولاية تيموشنت. اوكي خاطر طلعتك بالزهر برك، قلت انا بالك لا عذرك من الجماعة اللي سلموا على رشيد نكاز تما في. لا انا ماشي من الجماعه، انا راني نتبع في اللايف، انا راني نتبع في اللايف تاعك يا استاذ، عندك 3-0 في السوايع وانا معك. طلعني ما كنتش موجود في القائمه خلاص اصلا. ماشي مشكل، تما انت تكتب في الميساج مره ثانيه كي نكون نتكلم مانيش نشوف الميساج، بصح ماكش موجود في القائمه، تما راه كاين ثم بوطون باش تطلب الاضافه وتخرج لي في القائمه كي نقول مثلا انا درك نشوف القائمه، قال راه الان ما كانش. نشوف القائمة نلقى الناس شكون اللي راه موجودين في القائمة، انت ماكش موجود في القائمة. تكتب دوكا انا لقيتك برك بالزهر، لقيتك كاتب تعليق، قلت انا والله نطلع السيد هذا نختموا البرنامج. انا أيوة شكرا لك استاذ، يزيد فضلك استاذ، انا بغيت عندي واحد الرأي في وقت في خصاص هذا الموضوع اللي راك دايره، موضوع عويس هذا. هذا تاع الموضوع تاع الشتاء وتاع الموضوع تاع الشتاء وتاع العبودية وكذا. هذا الموضوع تاع العبوديه وتاع الشتاء قبل ما يطبق على الشعب، ولا الشعب ولا راضي صاي حاجه يشوفها وما يقدش يديرها وما يقدش يديفون ديالها روحها وما يقدش يدير مظاهرات، هذه الاولى بدات من الاحزاب تاع الدوله الجزائريه كما الاراندي كما حماس كما هادو كانوا كاع معارضين للدوله. فهمني استاذ، هادو كانوا كاع معارضين للدوله، ومن بعد الدوله كي دير باش هي تكون آلاس، تكون عندها استراتيجيه فيها بعيده باش تخدم للبعيد، العهد الخامسه والسادسه والسابعه والعشرين. هادو باعوا الديمم، هادو الاحزاب باعوا الديمم تاعهم، باعوا الديمم تاعهم، جابتهم السلطه عندهم، عطاتهم مناصب عليا، عطاتهم في البرلمان، عطاتهم في الوزاره، عطاتهم شراتهم. هما شي يديروا؟ هما كانوا يحوسوا يدخلوا للسلطه باش يدوا، باش ينهبوا، باش يسرقوا. غير تثبت لهم، تعطيهم الفتاة تاع الطابلة هذاك تثبت لهم. الصوت راه نقص الصوت تاعك، مانيش عارف واش صرا لك. نعم دوك نديق الحي هنا.
صوت ضعيف تاعك ما تسمع فيه صريح. الان انا دروك ما مولك تسمع فيه. نعم، كي شرات الدوله، كي شرات هذه الاحزاب، هذه الاحزاب ما عندهمش ديما، ما عندهمش فكر، ما عندهمش حاجه كيما نقولوا، كيما قال تفضل الاستاذ اللي كان قدامك قال لك مقري وقال لك الاخر، هادو كاع ارانب استاذ، هادوك ما عندهمش لا بيرسوناليتي، ما عندهمش شخصيه حتى في نفوسهم، حتى في العائله تاعهم ما يحكموش، ما ينجموش يحكموا دوله، راك فاهمني؟ هادوك يدخلوا، هادوك دخلوا شراو دخلتهم الدوله، عيطت لهم تا هاك حقيبه، هاك تا وزير، تا هاك برلماني، وكيما نهضروا حنا بالتليفون طبق قال في في ما قالش في قال غادي نقلعوا، كيما قلعوا الوالا، قلعوا الهامل، قلعوا لي كادر لي بيلي تاع الجزائر، قلعوهم هادو فتات تجيهم ساهلين. بون كي داروا شراوهم، راهم معاهم، راهم قاع يطالبوا بالعهده الخامسه. اما نحكوا على هذه القاعه البيضاويه هذه، هذه اللي راحوا لها هذيك 40,000، هي كي باين فاهم، هادو 40,000 يحكموا غير ارواحهم، هادوك ما يمثلوش الشعب الجزائري. هادوك اللي راحوا مساكين، قال لك كيما انا كنت نتبع فيهم، قال لك انا كنت في قهوه، جاو عندي قال لك غادي نخلصوا لك فريتو، دار شويه كاشير يدوك للجزائر، السيد مدور مسكين حياته ما طلعش العاصمه، قال نروح تبع وقول باع، راك فاهم؟ بون هما قاعدين يروحوا. اما النظام، نحكي لك على النظام على حسب ما نعرف انا، النظام هو الرئيس بوتفليقه، راه محطوط سيتي سيبر بوزي، راه سيتي ان كادر راه بوزي، وهذا سلال، وهذا جماع، هذا سلال، وهذاك امين العام الاول، هذاك قاعد امناء العامين اللي قالوهم، وكاع هادوك راهم مخرين، بس عندهم صلاحيات يخدموا من بعد، هما ينظموا الحمله، وهما كل شيء، هما عندهم شعبيه تاع الضحك، شعبيه تاع السرقه، وشعبيه تاع يضحكوا على الشعب، والشعب ما يهضرش، الشعب راه بارد، راه بارد اكثر من موسكو، اكثر من الروس، الشعب راه غير يشوف. هذه الاولى. وانا نروح لك القنوات الاعلام، دوك القنوات الاعلام ما كانش انا خلعت البارح زفت ميساج لهذاك عبد الغني مهدي، بهدلتها المعارضه، كنت نموت عليها انا. راح دار الصوت تاعك راه يقطع انا، تسمعني مليح؟ هاني نسمع فيك. هذا غاني غادي، هذاك قناة النهار، هذاك بوق، هذاك بوق تاع الدولة تاع النظام. الشعب ميوليش انتيريسي معاك، ميوليش. ثانيا توعية المساجد العائلية راهم تابعين للنظام. لا هما داروا له فخ، داروا له فخ وجبدوه داروا له فخ كيما داروا فخ لهذوك رؤساء الاحزاب اللي كنت نحكي لك عليهم. اختصر المداخله تاعك باش ننهي البرنامج هذا، راني مضطر باش نخرج للاسف الشديد، راني عندي دوك تقريبا ربع سوايع هنا على الكرسي، مضطر على جل باش نخرج ان شاء الله. نعم المهم المختصر ان شاء الله نعم دير مختصر باش نختموا البرنامج. المهم الاختيار اللي باين يبين ولا هي الله يرحمها شوف ربي يهديها وصح. السلام عليكم. اخ الكريم، المهم الاخوة والاخوات، نلتقي ان شاء الله في برامج واحدة اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.